الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من عدوان أيلول، وفيها كما جرت العادة نتابع في فقرات متتالية في السياسة والميدان والحالات الإنسانية وغرفة العمليات على كل الأراضي اللبنانية هذا العدوان وهذه الحرب الإسرائيلية على لبنان. اليوم زار بيروت الموفد الأمريكي أموس هوكستين والتقى بالرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون. ماذا في هذه الزيارة؟ هل ستؤدي هذه الزيارة إلى إمكانية وقف إطلاق النار أو هدنة محددة تكون الفرصة الأخيرة لهوكستين قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ هل سنشهد على مفاوضات حول تطبيق 1701؟ هل فعلا سقط البلس من عين التين؟ وكل هذه التفاصيل سنناقشها في الفقرات السياسية تباعا في هذا البرنامج، وأيضا سنكون مع مداخلة عبر تقنية الزوم مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع العضو في الكونغرس الأمريكي داريل العيسى للوقوف معه على الرسالة التي أرسلها مع زميله دارين لحود العضو في الكونغرس أيضا إلى الرئيس جو بايدن، يطالبون فيها بالضغط على القوى السياسية اللبنانية للدفع باتجاه إجراء العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية. وأيضا سيكون معي هنا في الاستوديو القاضي زياد شبيب للوقوف معه على 1701 ومندرجاته وإمكانية تطبيقه بالإضافة إلى البنود في القرار 1701. وأيضا من بعد في الفقرة الأخيرة السياسية من هذه الحلقة سنكون مع الصحافي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط الفرنسي جورج مالبرينو مباشرة من باريس للوقوف معه على قمة باريس. ماذا يمكن أن تحمل من أخبار جيدة على لبنان وكيف تسعى باريس أيضا لوقف إطلاق النار؟ ولكن بالإضافة إلى الفقرات السياسية هناك فقرات ميدانية وهناك فقرات تتعلق بالعمليات غرفة العمليات مع زملائنا رياض أبيسي وهادي الأمين وأيضا الأخبار الكاذبة مع نعيم برجاوي. ولكن نبدأ كما جرت العادة في هذه الحلقة مع زميلتنا ريمان ضو يلي راح تطلعنا على جديد الميدان مع ضيفة. تفضلي ريمان، مساء الخير. مساء الخير لك جوزيفين ومساء الخير للمشاهدين. القصف متواصل جنوبا وبقاعا وبوتيرة مرتفعة، وأيضا إضافة إلى القصف اللي شفناه بالأمس على الضاحية الجنوبية، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن 128 جريح منذ السبت فقط بصفوفه بلبنان وغزة. أكيد إضافة إلى ارتفاع وتيرة الاشتباكات على الحدود البرية بين عناصر حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي اللي عم تتوزع على أكثر من محور رح نفصلها اليوم، ورح نوقف على حقيقة هل استطاع الجيش الإسرائيلي فعلا الدخول إلى داخل الأراضي اللبنانية مع حكابي عيتا. شفنا مشاهد الدمار ببليدة ومركبة وغيرها، وماذا يهدف من هذا القصف الجوي الكثيف على هذه المناطق. ضيفي اليوم وهو أصبح ضيف معتاد الخبير الأستاذ، أهلا وسهلا فيك، على العميد حسن جوني. شكرا. رح نحكي مثل العادة على الخريطة لنشوف وين عم تتوزع الاشتباكات، ورح بلش أنا وياك. هذه المناطق اللي عم نشوفها تقريبا باللون الموف هي فعليا المناطق التي تدور فيها الاشتباكات، إن كان بالقطاع الغربي الأوسط وبالقطاع الشرقي. الأبرز اليوم كان بعيت الشعب وما نشر عن صور وفيديوهات للجيش الإسرائيلي ودباباته موجودة داخل عيت الشعب. أيضا رح نحكي عن بليدة ومركبة، شو عم بيصير حقيقة هنيك اللي عم بيصير. خلينا نبلش أولا بعيت الشعب جنرال. بدك تسمحي لي هالمرة، مساء الخير أول شيء لحضرتك وللمشاهدين، بدك تسمحي لي بلش بطريقة مختلفة من بعد إذنك ورح جاوبك على النقطة اللي بتريديها. بما أنه الجمهور بكل الأحوال أصبح مثقف عسكريا نتيجة كثرة المحللين العسكريين والخبراء، وبالتالي أصبح من الضروري أنه نلاقي الجمهور بهذا المستوى من الثقافة العسكرية. بدي بلش من هدف الحرب لأوصل للمستوى التكتي. الحرب معروف، الحرب بالعلم العسكري تنقسم إلى ثلاث مستويات: المستوى الاستراتيجي، المستوى العملياتي، والمستوى التكتي. كل مستوى يخدم الآخر. المستوى التكتي يحقق نجاحات عملياتية، والمستوى العملياتي أو الهدف العملياتي يحقق نجاحات استراتيجية. هذه تؤدي إلى تحقيق الهدف العسكري. الهدف العسكري يستثمر ويحقق الهدف السياسي. فإذا
بما أنه وفقاً لكلاوزفيتش الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى، فإذا منبلش بهدف الحرب، هدف الحرب حسب ما مبين من الإسرائيلي ومن أداء الجيش الإسرائيلي مش مثل ما أعلن، هو عودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم. هدف الحرب بالحقيقة هو انتزاع اتفاق أو فرض الدولة، يعني الفرض على الدولة اللبنانية توقيع اتفاق أو تعديلات على القرار 1701، مثل يلي لاحظنا اليوم الورقة يلي حملها معه هوكستين وجابها على لعند المسؤولين اللبنانيين. فإذا هذا هدف الحرب، أنه توقع الدولة اللبنانية وتعطي صلاحيات للجيش الإسرائيلي بالتدخل ساعة يشاء، تدخل فعال ومراقبة الحدود وغيره. هذا هدف الحرب. كيف يتحقق؟ منبلش بالمستوى الاستراتيجي. المستوى الاستراتيجي لتحقيق هدف الحرب هو إزالة التهديد الذي يسمى حزب الله بالنسبة لإسرائيل. إزالة التهديد هو الهدف الاستراتيجي. الهدف العملياتي هو تدمير القدرات الصاروخية وقدرات حزب الله، تدمير حزب الله. فإذا هذا الشيء اللي قاله وزير الدفاع الإسرائيلي من يومين، أنه هزمنا حزب الله والآن بلشنا بتدميره، مع أنه هو عمليا التدمير قبل الهزيمة، الهزيمة هي تتويج لحالة التدمير. بس بكل الأحوال هذا الهدف الاستراتيجي، الهدف العملياتي تدمير قدرات حزب الله، والهدف التكتيكي هو التقدم واحتلال عمق معين على الحزام الأمني اللبناني اللي حكي عنه الإسرائيلي. هناك احتمالين بهذا الموضوع بالعملية البرية، هناك احتمالين. الاحتمال الأول أنه أن يدخل الجيش الإسرائيلي ليسيطر على حزام أمني بعمق 3 كيلومتر تقريبا، ويدمر كل شيء في هذا الحزام الأمني من بشر وحجر وشجر، ليخلق مساحة خالية من كل شيء. برأيه طبعا هي كهدف تكتي يساعد على تحقيق الهدف العملياتي والاستراتيجي، نعم، ولكن هذه ترتبط أيضا بالأمن الإقليمي لسكان الشمال. لذلك بالعملية البرية اللي صدر أمر فيها من 20 يوم وبعده لهلأ عم بيحاول يفوت، هو فعلا حقق بعض التقدم في القرى ما بين 1 إلى 3 كيلومتر بالحد الأقصى. هذا التقدم في القرى الحدودية المتاخمة، مثل ما شايفي حضرتك هناك، فينا نقول هناك 3 جيوب، يعني أنا بسميهم جيوب في الداخل اللبناني، هناك 3 جيوب بالإضافة للجيب الرابع. ليش فصلته عنهم؟ لأنه مختلف في المهمة والهدف. الجيب الرابع هو كفرشوبة شبعة، شبعة كفرشوبة إذا بدك نحكي عنه هلأ بالآخر. هالثلاث جيوب هولي فعلا حقق فيهم تقدم الجيش الإسرائيلي. هيدا الجيب الشرقي من الاتجاه الشرقي، طبعا هون مسكاف عام لأديسي رب 30 مركبة، يعني وصل على رب 30 تقريبا على هيدا الخط بحدود 3 كيلومتر عن الحدود أو أقل شوي. هذا الجيب، الجيب الثاني، هذا الجيب إذا طوروا لاحقا بيقدر يوصل على الطيبة. هلا بنحكي بالهدف. بيقدر يوصل على الطيبة ويكمل على بعتقد هون قرية دير سريان فرون. الجيب الثاني اللي هو ميس الجبل محيبيب بليدة، كمان احتل هيدي المنطقة بحدود 3 كيلومتر ماكسيموم، بالإضافة لهيدي المنطقة عيترون مارون الراس يارون ايضا. ليش اعتبرتهم جيب واحد هيدول مع انه منفصلين عن بعضهم بعيترون التي لا زالت خارج نطاق الاحتلال؟ لانه هودي هذا الجيب كله اذا طور عملياته العدو بيوصل على بنت جبال. يعني هلا الخريطه ما كثير بتخدم الفكره، انما في خريطه ثانيه هلا بتوضح لما نحكي ايه عن مارون الراس، صحيح، انما التقدم من هذه المنطقه اثنيناتهم هولي بيوصلوا على بنت جبال ثم تبنين نعم. فاذا هذا تطوير العمليات العسكريه المرتقب اذا حصلت فعلا ودخل. الجيب الثالث هو الجيب الغربي من الناقوره حتى راميه تقريبا. طبعا هذا الجيب الغربي اذا طوروا، يعني مثلث قوزح رامي عيت الشعب، يعني المثلث بيطلع بين الجيبين بس، ولكن لا هو منه محور يؤدي الى التقدم، انما هذا يتعلق بالغرب بالساحل وببعض القرى الساحليه. وهو هذا على كل حال احتمال التقدم فيه هو الاضعف، الا فيما بعد يعني اذا بده يطور هجومه احتمال التقدم الاساسي من هون. انا بعدني بقول الاساسي من هون او من ميس هون، ميس الجبل محيبيب بليدة حسب نوع العملية. إذا كان هلا بنيجي على نوع على الهدف التكتي، إذا كان الهدف التكتي هو احتلال هذا الشريط 3 كيلومتر تقريبا، وهو الجيوب يلي عم بيهجم عليها وعم بيسيطر عليها هي بهذا المستوى بحدود 3 كيلومتر،
إنما متقطع غير مسيطر عليه كليا. إذا كان فعلا هذا هو الهدف رح يحاول أنه يدمر مثل ما عم يعمل هلأ، مثل اللي شفناه هم ببليدة ومركبة بحدود 3 كيلومتر عمق، ويأمن هذا الشريط كما أعلن خالي من البشر والحجر والشجر. أما إذا كان الفكرة أنه يطور هجومه أكثر باتجاه أعمق مثل ما قلت، ربما مرحلة تانية يوصل الطيبة تبنين كفرة حتى الساحل طبعا، ممكن يمكن يوصل لصور بالمرحلة الثانية. هون بنكون عم نحكي عن تطوير الهجوم بشكل تقليدي إلى حد ما، وبيكون هدفه الدخول والتوغل أكثر في الجنوب. وبالتالي طبعا هلأ لكل هدف إذا اعتمدوا هناك مواجهة معينة. إذا كان اكتفى بثلاثة كيلومتر أكيد سيتعرض لضربات مستمرة متواصلة من حزب الله والمقاومة، لأنه دائما حتى الآن كل هذه النقاط التي يتقدم فيها تتعرض بشكل متواصل لضربات صاروخية ومدفعية. أما إذا اعتمد الدخول الدخول في العمق للمرحلة الثانية اللي ذكرتها، الطيبة تبنين كفرة، بهاي الحالة بده يدخل الآليات، لأنه بعضه هون عم يحاول يتجنب إدخال الآليات والدبابات، يعني بعدنا بفرق المشاة، لأنها فعلا عم بتشكل أهداف يصطادها مقاتلو حزب الله حتى من خلف الحدود. الدبابات التي تظهر عم يتصيدها بالأسلحة اللي معه اللي هي أسلحة، يعني فينا نقول الإسرائيلي عم بيقاتل حزب الله بطريقته من خلال فرق المشاة. حاليا الإسرائيلي عم بيقاتل حزب الله بطريقته، وحزب الله عم بيقاتل الإسرائيلي بطريقته، لأنه حزب الله عم بيقاتل كمان بطريقة بمزج ما بين التقليدي وغير التقليدي. الإسرائيلي عم بيقاتل بقوات خاصة معظمها مشاة، مش عم يدخل آليات، لأنه الآليات أهداف مكشوفة. صحيح. أما إذا قرر يطور عملياته مثل ما حكيت بالخيار الثاني، فهو حكما ملزم بدخول الآليات، ما بيقدر يفوت مشاة بهيدي المسافة، بيفوت القوات المدرعة. هون فعلا منكون فتنا بمعركة التحام حقيقية، وهون يتجلى فعل المقاومة الحقيقي، لأنه هذا العمق اللي بده يدخل فيه الإسرائيلي هو بحد ذاته يؤدي إلى انكشاف الأهداف التي ستتعرض للضربات من المقاومة. طيب قبل ما أرجع أخذ تفاصيل شو صار بهيدا الجيب الرابع، بدي أسألك عن شبعة وكفر شوبة. هلا بنحكي عن هيدي التفاصيل. نعم. هذا الجيب يلي عم تشتغل عليه الفرقة 201 وتحديدا لواء الجبل بسموه، هيدا انا 210 هيدي هون منطقة صعبة جدا على فكرة، جغرافيتها كثير صعبة، لا تصلح للهجوم. وانا اعتقد انه هون تمركزه وانتشاره واحتلاله لهذا الجيب البسيط هو عنوان دفاعي اكثر منه هجومي. له هدفين برايي انا بالتحليل، له هدفين هذا العمل العسكري هنا. الهدف الأول فصل منطقة جنوب لبنان تقريبا عن الجولان، لأنه هون صار الجولان بهاي المنطقة، والجولان جبهة مرشحة للعمل العسكري ولها يعني معطيات أخرى. فإذا هاي المنطقة تفصل جنوب لبنان عن الجولان، هيدي وحدة. نقطة اثنين، الغاية من هذا الانتشار والعمل العسكري أعتقد أنه دفاعي لحماية هذه المنطقة من أي توغل ممكن يحصل من قبل حزب الله. لذلك أنا أستبعد فكرة الهجوم من هون، لأنه طبيعة الأرض صعبة جدا وتلزمه بمناورة بطيئة جدا وبالتالي مكشوفة بسهولة. نعم. خلينا نتكلم على الصورة الثانية اللي بتبين أكثر تفاصيل وتضاريس الموجودة بعيتا الشعب. عم نحكي هون عيتا الشعب رامي قوزح ورماش، عيتا الشعب اللي شفنا الدبابات اللي موجودة. نعم. هلا هون بعيتا الشعب اليوم صار في تطور ميداني معين، تحرك الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي تقريبا بهذه المنطقة، عمل التفاف من وراء من خلف رميش، وتقدم وصولا إلى يعني تقوم بلدة عيتا الشعب في هذه المنطقة، واستفاد من هذه الطبيعة الحرشية هون إذا شايفتيها بالأخضر، وتمركز في هذه المنطقة. إنما عيتا الشعب لا زالت بيد المقاومة، والدليل على ذلك أنه لا زال حتى الساعة يقوم بإغارات جوية على عيتا الشعب. يعني ما قيل عن سقوط عيتا الشعب غير صحيح. غير صحيح. هيدي نقطة. النقطة الثانية أنه هو هلأ متمركز هون، العدو الإسرائيلي المتوغل في كل المنطقة اللبنانية كما ذكرت في الجيوب الأربعة هو متوغل، ولكن مقيد الحركة لأنه تحركه مكشوف ويعرضه. وهون بهذه المناورة بس تحركه باتجاه التقدم، بس الأرض اللي هو موجود فيها دينامية التحرك، المناورات تقتضي التحرك،
لقدام ولورا ويمين ويسار، وبعدين في دعم لوجستي ضروري وفي مستلزمات للعمل العسكري، وبالتالي كل حركة، كل دولاب عم يبرم أو جنزير عم يبرم هو ضعف للمهاجم وهدف للمدافع. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه في هذه المناورة بشكل عام إذا بتلاحظي صار لها أيام بطيئة. ليش بطيئة؟ لأنه الجميع الطرفان يخشيان التحرك، اثنيناتهم خايفين من الحركة لأنه اثنيناتهم ناطرين بعضهم. ولكن النقطة أنه المهاجم مضطر يتحرك ليفوت، صحيح، المدافع مش مضطر يتحرك، وخاصة بحالة حزب الله الذي يعتمد اللا مركزية في الدفاع. نعم، هذه نقطة كثير مهمة. خلينا ننتقل لوراها لنشوف ميلة اللي قلت لي أنه مرشح أكثر أنه يكون في إلى دخلية. رح نكمل للصورة اللي وراها اللي حكينا فيها عن بليدة ومركبة. خلينا ننقل على الصورة اللي وراها، عم نشوف مركبة رب 30. هذا المحور قلت أنا مرشح. نعم، مرشح للتطور إذا أراد الإسرائيلي بوصله مثل ما قلنا سريعا على مشارف نهر الليطاني. ولكن أنا بعدني بقول ما بين هذا المحور والمحور عيترون يارون، مارون الراس يارون باتجاه بنت جبيل قد يكون هو الأكثر احتمالا إذا كان في نية للدخول بالعمق أكثر. أما إذا كان الهدف هو شريط ف الأمر مختلف، سيبقى على هذه التخوم ولكن يعزز حضوره فيها، بيوصلها ببعضها ويتابع عمليات التدمير والتفجير. ورح يقبل حزب الله أنه يكون لا طبعا يقدر يأخذ هيدا الحزام بحدود 3 كيلومتر بهالحالة؟ مناورة حزب الله تقوم على أول شيء الاستهداف المتواصل بالصواريخ والمدفعية كما هو حاصل حاليا، ثاني شيء المحافظة على التماس مع هذه القوات الإسرائيلية رح تكون موجودة إلى حد معين، هذا الحد سيتحول إلى خط تماس ملتهب. نعم. مع المقاومة وفقا لتوقيتات وطبيعة الأرض. هذا بشكل عام. أما بالنسبة إلى يعني موضوع العمليات بشكل عام، الهدف العمليات إذا نرجع للخريطة الأساسية، إذا فينا نرجع على الخريطة، أول خريطة اللي بتبين كل المحاور اللي كنا عم نشرح عليها، كنا حكينا عن المستوى التكتي. بعد نرجع أول، نرجع للأول، إن حكينا عن المستوى التكتي هون على الحدود والاحتمالين يلي ممكن ينفذهم العدو الإسرائيلي، وحكينا عن عن الهدف العملياتي للجيش الإسرائيلي واللي هو تدمير قدرات حزب الله، والهدف الاستراتيجي اللي هو إزالة التهديد. ترجمت هذه النتيجة، خلاصة هذه النجاحات إلى هدف سياسي وهو إرغام أو إخضاع الدولة اللبنانية على توقيع اتفاق تعديل. الرد، الرد، شو الرد على هذا السيناريو، هذه الأهداف؟ بالتكتيك واضح أنه المقاومة تتصدى وتمنع الإسرائيلي من التوغل ومن الثبات، وبالتالي الإسرائيلي لا يستطيع أن يترجم هذه النجاحات. إذا بده يعمل نجاحات ويترجمها على المستوى العملياتي والتكتيكي، عم بيقاوموا وعم يمنعوا من الاستقرار. لحد هلا هذه الجيوب لا تعتبر انجازا تكتيا. اوكي، على المستوى العملياتي الجيش الاسرائيلي ماذا يفعل؟ يدمر مباني ويقتل مدنيين، وبالامس هاجم القرد الحسن، مؤسسات القرد الحسن. لا توجد مناوره استراتيجيه لنحللها حقيقه. في تدمير متواصل ممنهج مبرمج. عم بنبش على شيء هدف يحطه قدامه. صحيح. ما طلع معه الرد معه يلي عم بيقوم فيه حزب الله بهذا الموضوع على مستوى عملياتي هو مناورة الصواريخ، شرحتها مرة الماضية. صحيح. ورح ولكن نحكي عن ولكن هون. نعم. بريد أحكي بموضوع الصواريخ بنقطة. رغم السيادة الجوية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية، العدو الإسرائيلي يقع بين فشلين. الفشل بموضوع الصواريخ، الفشل الأول هو عم يفشل بمنع إطلاق الصواريخ التي لا تزال تطلق. نعم. من أي نقطة تطلق باتجاه الداخل الإسرائيلي، والفشل الثاني الفشل باعتراضه. وبالتالي رح نحكي بالتفاصيل لما نشوف الخريطة الأخيرة اللي عم
يصيب فيها حزب الله المستعمرات الإسرائيلية. رح كمل بعد خريطتين لقدام لنحكي عن الغارات اللي عم بتطال النبطية واللي عم بتطال كل قرى البقاع. هيدي عم نشوف بالنبطية عم بيكون في استهدافات يومية لعدد كبير من القرى مثل حبوش، النبطية، المدينة وغيرها، عم بيكون في استهداف يومي منحطهم بهدف التدمير. طبعا يعني هون في متابعة استراتيجية التدمير يلي عم يعتمدها، واللي هي مش استراتيجية يعني مثل ما قلت لك جدول، هي يعني لا تصح كلمة بنك أهداف هون، لأنه كلمة بنك أهداف هو مصطلح عسكري. صحيح. ولكن هنا لا يوجد بنك أهداف، يوجد جدول أهداف مبرمج ممنهج يوميا، ويتلقى لاحظي أنت الاعتداءات الإسرائيلية، يوم بيركز على الجنوب، يوم بيركز على البقاع، يوم بيركز على الضاحية. طبعا يركز على جهة ويتعامل مع أخرى، ولكن يبقى الجهد كل يوم في اتجاه معين. وكل هذه الاستهدافات يعني كل فترة بتلاقيه ركز على قطاع معين واختار بعض القرى واستهدف فيها بعض المباني. للأسف كل هذه القرى، نعم كل هذه القرى تتعرض بشكل متناوب يعني أو بشكل للدمار. خلينا ننتقل إلى البقاع وبعلبك، كمان عم بيكون في استهداف لقرى البقاع، بقاع الغربي، بقاع الشمالي، وصولا إلى بعلبك. أولا بمحيط بعلبك شفنا بالأمس كان في استهداف لمناطق على الحدود، عم نشوف استهداف أيضا للبقاع ولأكثر من منطقة. اليوم هل في احتمال أنه يكون البقاع هو مسرح أيضا لعمليات إسرائيلية للدخول باتجاه الأراضي اللبنانية بحال كانت صعبة بالجنوب؟ شوفي، البقاع هو عمق حيوي للمقاومة، وأنا أعتقد أنه طبعا البقاع يعني هو خزان أيضا، وخزان ومخزن. نعم. يعني مخزن كونه عمق حيوي، وخزان خزان بشري للمقاومة. ويبدو أن القرار هالمرة متخذ بمعاقبة البقاع أيضا أو بمستوى أعلى حتى، لأنه من 2006 لم يتعرض البقاع إلى هذا المستوى من الاستهداف. والبقاع يعني منطقة مجاورة لسوريا، وبالتالي العين الإسرائيلية دائمة على البقاع على هذه الحدود، خشية من أن يتم تعزيز القدرة الصاروخية أو إمداد حزب الله، لأنه هذه كلها حدود طويلة تصل بحزب الله إلى أقاصي الشرق. صحيح. وبالتالي من هون يعني منشوف التركيز على هالمنطقة، بالإضافة مثل ما قلت لك أنه هي كمان تعاقب على أنها بيئة المقاومة، ويعتقد الإسرائيلي أنه هذه المنطقة هي خزان أسلحة المقاومة، ويبحث عنها ويقصف في هذه الجرود طولا وعرضا. صحيح. ومثل ما قلت إذا كان في إمدادات يتم قطعها. ننتقل كمان إلى الخريطة الثانية اللي عم نحكي فيها عن الصواريخ المقاومة اللي عم توصل إلى المستعمرات الإسرائيلية. مثل ما قلت لي جنرال أنه بعده حزب الله قادر أولا على إطلاق الصواريخ، وثانيا على خداع منظومة القبة الحديدية وعدم صحيح. اعتراض إن كان صواريخ وإن كان مسيرات. صحيح. ولكن دخل اليوم بنا يعني موضوع المسيرات النوعية الجديدة وتأثيرها، مثل ما شفنا هذيك المرة المسيرة التي وصلت إلى مقر اللواء جولاني. صحيح. وكانت فعلا مسيرة مميزة، وقال حزب الله في بيانه أنها مسيرة جديدة لأول مرة تدخل في العمليات. دقة الهدف هي استهدفت قاعة. صحيح. ودقة التوقيت هي أرادت يعني حساب التوقيت كان مناسبا كما أراد بوقت اجتماع الجنود. بوقت وقوة التأثير يعني كمان، لأنه أدت إلى إصابات كبيرة، يقال 60-70 إصابة. نعم. هذا نوع جديد من المسيرات. العملية الأخرى التي استهدفت العملية الأخرى اللي استهدفت كمان منزل رئيس الحكومة بالقيصرية، وهي أيضا مسيرة. نعم. مسيرة دقيقة وصلت إلى هدف حساس جدا، يكاد يكون الهدف الأعلى والأهم على كل الأراضي الإسرائيلية. وهذا نعم. يعني له كمان دلالاته أنه إذا صحيح. كان هذا الهدف فعلا في متناول المسيرات، معناته جميع الأهداف الأخرى هي في متناول المسيرات. نعم. شكرا لك العميد حسن جوني، أهلا وسهلا فيك، شكرا لمشاركتك دائما. عودة لك جوزيفين. شكرا.
شكرا لك ريمان ولكل هذه المعلومات في هذه الفقرة. مشاهدينا قبل ما نبدأ بهذه الحلقة، ورد الآن على لسان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي قوله بأن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لتمويل أنشطته، وأن حزب الله قام بوضع الملجأ الخاص بسيد نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت، وأن فتحتي الدخول والخروج إلى الملجأ الخاص بالحزب داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل. وقال أيضا أن القطع الجوية التابعة لسلاح الجو في سلاح العدو الإسرائيلي الجو تستطلع مجمع الساحل حاليا في حارة حريك، وسنواصل متابعته. هذه المعلومات طبعا أثارت الذعر والرعب في مستشفى الساحل يلي هو مستشفى يستقبل المرضى بطبيعة الحال. نحن سنتابع هذه القضية، معنا اتصال مباشر مع النائب فادي عليمي نائب عضو كتلة التنمية والتحرير. مساء الخير. أنا مساء الخير. بدي استفسر منك اليوم من بعد ما ورد هذا الكلام على لسان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، ماذا في الأجواء؟ شو عم بيصير بالمنطقة؟ هل صحيح؟ هل هي مهددة ولا مش مهددة؟ تفضل استاذ فادي. يعني نحن سمعنا بهالمعلومات هاي اللي هي جدا غلط ومش صحيحة أبدا. مستشفى خاص ما له علاقة بالأحزاب، المستشفى عنده غرف عمليات تحت الأرض، عنده مرضى ما له علاقة لا في أنفاق ولا في غيره من هالأمور هدول، هذا كله افترى. اليوم نحن أنا بدعي قيادة الجيش وكل المعنيين يجوا اليوم على الأرض يكشفوا بهالمستشفى هاي، وهن يصوروا ويثبتوا إذا في أنفاق أو لا. بس هيدا ظلم لمستشفى خاص ما له علاقة، برجع بقول، للأحزاب. مستشفى بيخدم المنطقة صار له 42 سنة، وهيدا المعلومات خاطئة وفيها ظلم وافتراء لهالمستشفى للقطاع الصحي بلبنان. نعم استاذ فادي، لكن حضرتك يعني بما انه حضرتك يعني مسؤول عن هذه المستشفى وصاحب هذه المستشفى، على الرغم من انه نفي هذه المعلومات اليوم، بما انه يعني العدو الاسرائيلي يقول هذا الامر ويمكن ان لا يكون له رادع في اي شيء، وانا هون يعني لا اتبنى بطبيعه الحال شيء، ولكن بسبب اجرام هذا العدو الاسرائيلي اليوم، هل مثلا بالإضافة إلى تأكيدك بأن كل هذه المعلومات خاطئة، هل هناك من إجراءات يمكن اتخاذها لتفادي أي إمكانية لجنون إسرائيلي محتمل؟ نحن عم نرجع نقول تركيزنا ندعي لقيادة الجيش وأي مؤسسات رسمية تيجي تكشف فيها لحالها وتظهر وتصلح المعلومات، لأنه هيدا ظلم وافتراء بحق هالمؤسسة هاي. ورغم الاجرام اللي عم نشوفه والافتراء اللي عم نشوفه، بس هيدي مؤسسه صحيه. نعم. ما لها علاقه، برجع باكد انا، باي نشاط لاي حزب. هيدي مستشفى خاص طعنا بالناس وبشؤون الناس من 42 سنه. بعد اليوم المعلومات وكيف تركبت الخبريه وكيف عم يتم تسويقها اليوم والاعلام، بتامل انا يكون معلومات كلها غلط، وهيدا الافتراء والاذى اللي ممكن يضر بهالمؤسسه ويضر بالعاملين وبالمرضى اللي فيها. نعم. اليوم حاليا عم يضطروا يقوموا بالاخلاق. بس انا برجع بكرر دعوتي، نحن عامل اتصالاتنا مع كل المعنيين ليجوا يصوروا يتاكدوا من المعلومات، لانه هيدا في ظلم برجع بقول واذى. نعم. إذا حضرتك تدعو عبر الجديد قيادة الجيش للتحرك والتوجه يعني والتأكد من أن كل هذه المعلومات هي معلومات مغلوطة، صحيح؟ صحيح. نعم. طيب بهذه الأثناء نحن بدنا نشوف فيديو كانوا نشروه كمان أستاذ فادي، دكتور فادي، في صور بكل الأحوال بغض النظر هلا إذا شفناها ولا لا، ولكن في صور أيضا عرضوها لخريطة هذه المستشفى ومع ما يزعمه العدو الإسرائيلي من وجود تحت يعني هذه الأنفاق أو المداخل اللي عم يتحدث عنها. نحن نشكرك جزيلا دكتور فادي ونائب فادي علامة، وأيضا يعني ندعو لكم بالسلامة إن شاء الله،
ونحن يعني ننقل هذا التأكيد بأن كل هذه المعلومات التي ينشرها العدو الإسرائيلي هي معلومات مغلوطة، وبحيث أنه أي إمكانية، على الرغم من أنه البيان بعد ما قال وإن شاء الله ما بيقول وإن شاء الله ما بيصير شيء، ولكن هذه كارثة إنسانية وجريمة إنسانية بحق مستشفى. نحن نقلنا يعني هذا المطلب من الجيش اللبناني للتأكد من هذا الموضوع، والتأكد من انه هذا المبنى خالي من اي شيء مما يزعمه العدو الاسرائيلي، وانه هذا مستشفى مدني، هناك يعني مرضى يعالجون هناك، هناك اقسام عده للاطفال وللعجز ولكل المرضى. نتمنى لكم السلامة. شكرا لك النائب فادي عليمي على هذه المداخلة، شكرا لك. مشاهدينا، من بعد هذه المداخلة وهذا التأكيد من النائب فادي عليمي بأنه كل الكلام الصادر عن العدو الإسرائيلي بأنه تحت مستشفى الساحل هناك مداخل ومخارج لمخبأ يوجد فيه أموال تابعة لحزب الله، هو كلام خاطئ وكلام عار عن الصحة. وطلب أن أفادي عليه بقيادة الجيش. هلأ بدنا نكون مع زميلتنا ريف عائل من محيط الضاحية الجنوبية لحتى ننتقل بعدها مباشرة إلى العضو في الكونغرس الأمريكي داريل عيسى. تفضل ريف. نعم جوزيفين، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. نحن هنا من على مشارف الضاحية الجنوبية نتابع كل التطورات الميدانية. واضح جوزيفين من خلال مجريات هذا النهار ومن خلال الرسائل التي نقلتها زميلتي سالي أبو مرعي من على مشارف الضاحية بأن هذه الضاحية تعيش حال من الترقب والهدوء الحذر بعد ليلة دامية شن فيها العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على مختلف أرجاء الضاحية الجنوبية، واستهدف بنتيجتها مراكز تابعة لمؤسسات القرض الحسن، معتبرا بأن هذه المؤسسات تشكل الذراع المالي لحزب الله على مختلف الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذه الغارات خلفت دمار كبير في هذه المنطقة، كما أيضا كنا عينا مشاهد هذا الدمار طوال ساعات هذا النهار مع الزملاء، وكان واضح بأن هذه الغارات أتت على مباني بأكملها في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا النهار جوزيفين وحتى هذه اللحظة لم يشهد على أي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. الدخان الذي شاهدناه كان يتصاعد من آثار الغارات ليل البارحة، إلا أن ذلك لم يمنع الطائرات المسيرة من التحليق باستمرار وبشكل مكثف على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. نقطة أضافية أود الإشارة إليها أنه من سلسلة التهديدات، فإن العدو الإسرائيلي واضح بأنه بدأ هذه الحرب من الجبهة الجنوبية، انتقل فيها إلى البقاع اللبناني ثم إلى الضاحية وإلى مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد سلسلة من الغارات وبعد سلسلة من المجازر على طول الأراضي اللبنانية عاد العدو الإسرائيلي ليبدأ باستهداف المؤسسات التابعة لحزب الله، فضلا عن الاتهامات التي كان قد سبق وأطلقها قبل قرابة الساعة من الآن وتستهدف القطاع الصحي في لبنان، في مؤشر خطير على مسار الأمور في المرحلة المقبلة، خاصة بأن استهداف المستشفيات كنا قد شاهدناه مباشرة على الهواء وطوال العام الماضي منذ عملية 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى، شاهدنا مشاهد فعلا مؤلمة كيف أن العدو الإسرائيلي قام باستهداف المستشفيات في قطاع غزة. أما الخوف اليوم فهو بأنه تحت مزاعم استهداف مراكز تابعة لحزب الله أو مخازن تابعة لحزب الله بحسب مزاعم العدو الإسرائيلي، سيقوم هذا العدو باستهداف المشافي والمستشفيات، علما بأن عدد كبير من هذه المشافي جوزيفين وعدد كبير من الصيدليات في لبنان كنا تابعنا هذا النهار قد خرجت عن الخدمة أو قد تضررت بشكل كبير نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة. إذن قبل قليل كان هناك نوع من التلميحات إلى تهديد مبطن لمستشفى الساحل توجه به مسؤولون أمنيون إسرائيليين وتناولوا فيه هذا المستشفى، ولكن حتى هذه اللحظة هناك نوع من الترقب كما أشرنا في بداية هذه الرسالة على أن تكون هذه الليلة يعني
يعني على أمل أن تكون هذه الليلة ليلة هادئة على كل اللبنانيين، على اعتبار بأن تهديدات ليلة البارحة قال فيها العدو الإسرائيلي بأن هذه الاعتداءات ستستمر لمدة يومين، وهي ستستهدف مراكز تابعة للقرد الحسن سواء كان في الضاحية الجنوبية أو في العاصمة بيروت. هذا الأمر دفع بالعديد من العائلات، أتحدث عن مئات العائلات التي نزحت بعيد منتصف الليل أو قرابة منتصف الليل خوفا من هذه الغارات المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي بشكل ممنهج على كل الأراضي اللبنانية. طبعا جوزيفين، نحن نواكب المشهد الميداني هنا من على مشارف الضاحية الجنوبية، وعلى أمل أن لا يكون أي من تهديدات لهذه الليلة. سنكون معكم فور ورود أي تطور ميداني. جوزيفين. نعم، شكرا لك زميلتنا رفايل. بطبيعة الحال رح نبقى معك بهذه الليلة على أمل أنه ما تكون طويلة وما تكون أبدا مثل ليلة امبارح. مباشرة بدي أنتقل لاتصال هاتفي مع نقيب الأطباء دكتور يوسف بخاش. مساء الخير. مساء النور لك ولكل المشاهدين. اهلا فيك دكتور. يعني اليوم يبدو أنه مستشفى الساحل، وإن كان هذا ليس تهديد مباشر، ولكن ما قاله العدو الإسرائيلي عن مستشفى الساحل ينبئ بخبر سيء، وتعودنا على هذا العدو بأنه ما في شيء ممكن أنه يعني يوقف بوجهه. هلأ النائب فادي علامي نفى كل ما زعم العدو بوجود أنفاق وغرف تحت هذا المستشفى. بدي أسمع رأيك باللي عم بيصير، واليوم كنقابة أطباء شو ممكن تعملوا إزاء هذا التهديد؟ يعني للحقيقة أنه مثل كل المواطنين، يعني أنا شخصيا منذ بعض الدقائق يعني سمعت على وسائل التواصل على التلفزيونات هيدا الخبر وهيدي الذريعة أنه تحت مستشفى الساحل هنالك أنفاق وهنالك مئات من المليارات اللي هي مخبأة تحت هذه المستشفى. يعني للحقيقة أنه هيدا العدو لحد اليوم منذ بدء الأزمة استهدف مباشرة عدد كبير من المستشفيات، تزرع أنه هنالك سيارات إسعاف تنقل مسلحين وأسلحة بهدف قصفهم، وأخرج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة. نحن اليوم كقطاع استشفائي وكقطاع طبي اليوم نحن مجندين باللباس الأبيض لخدمة المواطن والجريح والمدني اللبناني. كل هيدي ذرائع بس لحتى استهداف القطاع الصحي. نعم. وتعطيل القطاع الصحي. نحن رفعنا الصوت ومنرجع اليوم مباشرة من على هذه القناة بنرجع بنستنكر وبنرفع الصوت إن كان هنالك في نزاع فليكن، ولكن لنحترم مواثيق الأمم المتحدة اتفاقية جنيف ونحيد المدنيين والطواقم الطبية اللي هي دورة إنساني والمستشفيات لخدمة الجرحى. نعم. طيب يعني بروفيسور، من بعد ما يعني من بعد هذا الكلام ومن بعد تجربة البشعة جدا واللي شفناها بقطاع غزة، واللي العدو الإسرائيلي كمان استخدم نفس الحجج ونفس العناوين بأنه كمان حركة حماس كان في أنفاق تحت المستشفيات واستهدف المستشفيات بمن فيها. اليوم إن شاء الله ما بيصير هيك بلبنان، ولكن أمام هذا أو أمام ما يقوله هلأ العدو الإسرائيلي، أنتم كنقابة أطباء اليوم هل يمكن أن يعني تقوموا بأي خطوة تجاه الخارج والمجتمع الدولي مثلا لعدم تطور الوضع إلى هذا المشهد؟ نحن للحقيقة من بعد ما استهدف مستشفى صلاح غمزور ومستشفى مرج عيون للقصف المباشر قمنا بمراسلة مباشرة لمنظمة الأمم المتحدة وللهيئة العامة للأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العامة بطلب منهم، مش بس بالطلب ولكن بالفرض باحترام القوانين والمواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. ولكن مع الأسف هنالك أذان لا تسمع لمناشدة المواطن أو النقابات أو الأطباء أو العاملين بالقطاع الصحي. ما فينا إلا ما نستنكر
وبنرجع مرة جديدة مثل ما قلت بنرجع بنرفع الصوت، اتركوا العاملين بالقطاع الصحي انه يعملوا دورهم الانساني. اليوم صار عندنا اكثر من 12,000 جريح. نعم. هن بحاجه للطبيب ولا الممرضه ولا التقني اكثر من اي وقت مضى. نعم. شكرا لك بروفيسور يوسف بخاش على هذه يعني المداخله، شكرا لك. بدي اتوقف مشاهدينا مع فاصل اعلاني، من بعد الفاصل الاعلاني بنكفي بحلقتنا. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي القاضي زياد شبيب. مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بتعرف هلأ قبل ما توصل كنا عم بنتابع كلام للعدو الإسرائيلي اللي عم بيقول فيه أنه مستشفى الساحل مجهز تحته يعني بغرف ومداخل ومخارج لحزب الله، وكان هيدا يعني نذير شؤم لأنه نحن عنا تجارب كتير مع هذا العدو من قطاع غزة حتى لبنان، وبأنه ما في ردع، ولكن تابعنا هذا الموضوع ورح نضل عم نتابعه كل الليل لحتى نتجنب أي كارثة إنسانية بتحصل. بدي أبدأ معك من هوكستين يعني مباشرة لحتى نستفيد من الوقت. في مقاربتين، أول مقاربة أنه اليوم أموس هوكستين أتى وصل إلى لبنان وذهب إلى الرئيس بري حاملا معه المطالب الإسرائيلية بأنه 17-01 لم يعد كافيا وأنه يريد ضمانات إضافية مثل المعابر وزيادة بعض الصلاحيات لقوات اليونيفيل والمحافظة على الطلعات الجوية الإسرائيلية في الجنوب. وفي مقاربة تانية بتقول أنه أتى بإيجابيات لأنه سيؤسس إلى اتفاق مقبل، شو رأيك بهالتناقض؟ أول شيء المقصود بعتقد أنا من ما قيل حول القرار الدولي 1701 هو أنه لم يكن أصلا كافيا. لو كان هذا القرار كافي من حيث تطبيقه تطبيقا كاملا كانت الأمور ما وصلت لهون. بعتقد اللغط الكبير والنقاش اليوم عم نشوف كثير يدور حول مضامين هذا القرار وحول ما إذا كان يكفي أو لا، ولكن المغزى اليوم هو أنه لو كان فعلا النسخة من القرار 1701 لو كانت فعلا كافية بتطبيقها من العام 2006 لحد اليوم ما كانت الأمور استمرت. هيدا المشكلة. أي. النسخة تبع 2006 يعني المقصود التفسير أو التطبيق اللي حصل لهالقرار يلي اكتفي فيه بذلك الحين بموضوع الجزئية اللي إلها علاقة بوقف إطلاق النار فقط دون غيره دون غير ذلك من المندرجات. بس برأيك اليوم القرار 1701 على أن يطبق كاملا كما يقول الرئيس بري من دون زيادات هل هو كافي أم لا؟ 1701 بما هو لم يطبق يريد الإسرائيلي أن يضيف إليه بعض الضمانات. إذا كان فعلا تطبيق القرار 1701 كاملا بكل مندرجاته بما يتضمنه بشكل واضح وصريح من يعني موضوع عدم وجود سلاح نزع السلاح اللي كتير عم ينحكى فيه اليوم واللي عم يكون فيه نوع من الاتهام لمن يتبنى هذه المقولات وهي موجودة في نص القرار العلاقة بالقرار 1559 و1680 منصوص عليها بالقرار 1701. نعم. ويجب أن تطبق وكان يجب أن تطبق فعلا لو كنا نحن فعلا نعني هذا التطبيق منذ اليوم الأول، ولكن التطبيق لم يحصل. نعم. هذا أمر لازم نكون واعيين له ولازم الشعب اللبناني يعرفه بغض النظر عن الانقسامات الحالية حول ما قبل الحرب وحول ما يجري اليوم وحول المراهنات أو الأمور اللي عم تصير نقاشات فيما يتعلق باليوم التالي أو كيفية الخروج من هذا المأزق. نعم. القرار 1701 لم يطبق. صح. إذا كان الرئيس بري فعلا يعني يلتزم أو يفاوض على أساس تطبيق كامل القرار 1701 بعتقد هذا الأمر بحد ذاته كافي وأكثر من كافي لاستعادة الهدوء على الحدود الجنوبية إذا كان الطرف الآخر صادق وغير راغب باستمرار الحرب. وهذا الشيء اللي بعتقد هون المشكلة الأساسية. يعني عاموس هوكشتاين جمع معطيات إيجابية على ما يبدو ولكن رايح على عند الطرف الإسرائيلي وهناك بعتقد رح سيكون الموقف السلبي. السلبي لأنه في عنا نمط يعني حتى بالنسبة للمستشفى جمع معطيات إيجابية لناحية التزام لبنان بالقرار 1701 كاملا على ما يبدو.
هلا بنحكي شو يعني كاملا، لانه نعم. كمان في حديث سابق للرئيس بري بيقول اتركوا لي ال 1559 على جنب ونحن ال 1701 ما بعرف كيف بكون كان. هلا بنحكي فيها، بس كيف قرات كلام هوكستين من منبر عين التيني؟ لانه كمان يعني احيانا بقول انه انا ماني جاي احكي باضافات، ولكن تطبيق القرار 1701 من التزام القرار 1701 من الجانبين لم يعد كافيا. عم يحكي عن خطوات تطبيقيه. شو يعني خطوات تطبيقيه؟ لانه لم يطبق القرار، طبق بس الجزئيه اللي لها علاقه بوقف الاعمال، حتى مش وقف اطلاق نار. قرار 1701 بيحكي عن وقف الاعمال العدائيه، اوكي، وقف الاعمال الحربيه، مش وقف اطلاق نار نهائي او دائم. وكان هو سيليه ومنصوص عنه بمندرجاته أنه سيكون هناك تدابير لاحقة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق كل الإجراءات الأخرى. وهذا الشيء اللي ما حصل، لأنه اكتفي باليونيفيل، تم تعزيزه، الجيش تم تعزيزه وانتشر في الجنوب، ولكن تحولت مهمة للأسف اليونيفيل والجيش إلى نوع من شاهد زور على تطبيق القرار. مش عم ناخذ موقف منه للقرار، نحن عم نقول انه لم يتم تطبيقه. شو مطلوب من مهمات اليونيفيل؟ اليونيفيل كانت عم تكون موجوده فقط، ولكن مع الوقت تحولت الى رهينه. الدول يلي هي بتمثلها او ممثله باليونيفيل بشكل فاعل كان عندها حاجه ان تحافظ على سلامه عناصرها، ولهذا السبب كانت عم تتعاون بشكل يؤدي إلى عدم تطبيق القرار 1701 تطبيقا سليما وصحيحا بحسب مندرجاته، لناحية وضوحه فيما يتعلق بخلو منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح. هلأ هون التفسيرات اللبنانية بالنسبة لتفسيره وتطبيق 1701 بتشبه كتير مثل ما يتم التعامل عندنا بالنسبة للنصوص الأخرى، مثلا الدستور، القوانين بلبنان في كتير ناس بيقولوا أنه هنا بيحترموها، ولكن عمليا بيفرغوها من مضمونها. نفس الشيء يعني لما وافق لبنان بكل أطرافه الدولة وغير الدولة على 1701 وصدر هذا القرار بال2006، تمت الموافقة على أن يتم لاحقا إيجاد يعني أمر واقع يمكن الخروج أو الولوج من خلاله للتهرب من التطبيق. ما عم أقول أنه هذا الشيء يعني كان بهداك الوقت في خطأ على هذا الطرف ولا لا، مش هذا المهم. المهم أنه اليوم المطروح هو في حاجة لقرار جديد؟ أكيد لا. يعني قال عمرو ساوشتاين أنه ما في حاجة لقرار جديد، يمكن لأنه أصلا المجلس الأمن اليوم غير قادر على اتخاذ قرار، يمكن لأنه أصلا القرار بحد ذاته كافي وأكثر من كافي لاستعادة الهدوء ولإيجاد حل ووضع أسس لحل دائم كان يجب أن توضع الأسس لقلوب 2006. بدي أحكي بثلاث نقاط أساسية. مهمة اليونيفيل، اليوم في كلام كثير عن ما هي مهمة اليونيفيل. في كلام أنه الإسرائيلي الأمريكي يريد المحافظة على 1701، ولكن الإسرائيلي لا يريد، لم يعد يكفي هذا القرار، لأنه مهمات اليونيفيل يريدها أن تتوسع، ويريدها أن تكون من غير التنسيق مع الجيش اللبناني، ويريد أن تكون هذه المهمة. هذه الجزئيات تخطاها الزمن. في شو يعني؟ يعني يا في يونيفيل قوة طوارئ دولية، يعني قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة بتقوم بمهامها، يا أما ما تكون موجودة. يعني قصدك مش لازم تنسق مع الجيش؟ بتكون موجودة. لحظة، مش مهم، جاوبنا جاوبنا بوضوح. يعني قصدك هي والجيش أصلا الجيش كمان لم يلتزم بتطبيق 1701. اوكي، ما حدا التزم، ما حدا التزم فيه، بس انا عم اسرائيل لم تلتزم بتطبيق 1701. وهذا الشيء بعتقد قاله اليوم او لمح له هوكشتاين نفسه، قال الفريقين ما التزم. هذا شيء صحيح. صح، بس انا سؤالي يعني عم تقول بال 1701 يجب بالقرار كما هو بالقانون، انت قانوني، المهمة اليونيفيل يجب ان لا تلتزم بالتنسيق مع الجيش. اذا الجيش شغلته انه يغطي عدم التطبيق، معناتها الجيش واليونيفيل مش عم يطبقوا القرار الدولي. مش مهم مين عم ينسق مع مين، يا بدنا نطبقه يا لا. يعني ما تطبيقه كيف بيكون، بالتنسيق او مش بالتنسيق؟ هذا السؤال. يعني قصدي تطبيقه مثل ما هو بمندرجاته، في تنسيق ولا ما في تنسيق؟ التنسيق طبيعي وضروري، مفروض يكون موجود، بس شغلة الجيش واليونيفيل انهم ينسقوا مع بعضهم حتى ما يطبقوا القرار بلا ما يكون في لا قرار ولا يونيفيل ولا الجيش بجنوب. اذا هذا التاريخ بده يرجع يعيد نفسه ل 18 سنه جايين تنوصل للي وصلنا له اليوم، هذا اللي عم اقوله. يا في تطبيق للقرار، اذا الكلام اللي عم ينقال اليوم عن تطبيق كامل لقرار
مجلس الامن 1701 معناتها تطبيق كامل للقرار. اذا لا لا يعني اليوم في كل الاطراف بما في الفريق الذي يقاتل في الجنوب عم بيقول موافق بحسب ما عم نسمع على تطبيق القرار 1701، معناتها هالمره لازم يكون تطبيق كامل وبشكل انه يتيح لليونيفيل انه اذا اي شيء مشبوه بين مزدوجين بالنسبه لهم انه يروحوا يعملوا شغل. هذا شيء طبيعي شغل بيقولوا للجيش. الخطا الخطا من ضمن اخطاء عديده حصلت بموضوع 1701 انه نزع من سياقه العام. نعم. السياق العام تبع القرارات الدولية كلها سوا هو النص الأساسي الذي يربط أو يحكم العلاقة بين دولة الاحتلال بين إسرائيل وبين لبنان يلي هو اتفاقية الهدنة العام 1949. نعم. كل القرارات الدولية اللي لها علاقة بوقف النار أو بوقف الأعمال العدائية التي تلت 1949 هي قرارات تعالج خروقات لهذه الاتفاقية. نعم. وبالتالي يجب أن تكون هذه القرارات غير خارجة عن السياق الأساسي تبع الاتفاقية. السياق الأساسي تبع الاتفاقية يلي سبق وحكينا فيه وكتبت عنه أنه يجب أن تقام منطقة عازلة من الجانبين من جانبي الحدود وأن يكون الخط الفاصل لوقف النار الدائم، وقف نار دائم بيحكي عنه الاتفاقية، هو الحدود بين لبنان وفلسطين، الحدود الدولية. نعم. هذه تعابير الاتفاقية، اتفاقية الهدنة العام 1949. بس إسرائيل ما بدها ترجع لها. بالعكس. بدها إسرائيل بدها ترجع لها ولبنان بده يرجع لها. ويجب أن تعود الأمور إلى هذا النص الأساسي. كل شيء ونحن عم ننحرف عن ما أقرته هذه الاتفاقية سنة 49 معناتها نحن بحالات مش من مصلحة لبنان وبحالات هي قابلة دائما للتفجير. طيب هلأ بحكي عن اتفاقية الهدنة لأنه إسرائيل مثل ما عم بتبين أنه عم بتدمر كل قرى الجنوب لحتى تعمل عنا بس بلبنان منطقة عازلة مش عندها، يعني هي منا مستعدة أنه تاخد أراضي. منا مستعدة ليش لأن نحن ما عم نطالب. إيه هيدا اللي عم قوله أنه كرمال هيك قصدي منطقة عازلة مش معناتها عازلة من السكان. عازلة من السلاح. في بحسب اتفاقية الهدنة سنة 49 هناك تخفيض للقوى العسكريه من جانبي الحدود الى الحد الدفاعي. اوكي بحيث ما بيكون في طرف قادر انه يكون يقوم بعمل عسكري هجومي على الطرف الاخر، وهذا الشيء منصوص عنه بالقانون الدولي بكل اتفاقيات وقف النار واتفاقيات الهدنه اللي معمول فيها بالعالم، يعني بعطيك امثله بين الهند وباكستان، بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، بين اسرائيل ومصر، بين اسرائيل وسوريا، كل الاتفاقيات اللي بتعنى بوقف النار أو بالهدنة تنص على تدابير متوازية ومتوازنة من الجانبين. نعم. بلبنان لحد اليوم أنا ما سمعت حدا عم يحكي بهذا المنطق إلا النايب ولي جنبلاط أو النايب السابق. صح طرحها أكثر من مرة العودة إلى تقوية الهدنة. طيب بدي أسألك بعد عن نقطة تانية غير الحدود، في كمان مسألة المعابر، مش بس الحدود، معابر برية وبحرية وجوية. في كلام اليوم انه ضمن 1701 في بنود، طبعا في بند منع التسلح، منع استيراد الاسلحه والتجهيزات العسكريه الى لبنان الا بموافقه الحكومه اللبنانيه. اوكي هيدا هلا مطروح ضمن 1701 ولا موجود ضمن القرار؟ فهمت. مطروح تطبيقه، آلية تطبيقه كما جاءت بال 1701 ولا مطروح تطبيقه برقابة دولية؟ هذا هون التفاصيل، العبرة بالتنفيذ، هون التفاصيل يلي عم بيجربوا يدخلوها الإسرائيلية. هاي التفاصيل موجودة في القرار. إذا الطرف اللبناني عم يقول أنا ألتزم بالقرار 1701 بكل مندرجاته أو كاملا، أوكي، معناتها يتضمن هذا الالتزام البنود اللي عم تتفضل اللي تذكريها، وهذا الشيء اذا العدو بده اياه مش معناتها هذا يؤدي الى انتقاص ما او الى تهمه من الطرف او بحق الطرف اللبناني اللي عم يحكي بهذا الموضوع، لانه اصلا قولنا بان نحن نلتزم بالقرار يعني نلتزم بالقرار، الشغله بهيدي البساطه يعني. نعم. ما بعرف اذا لازم سلم زميلنا رياض قبيس، زملائنا رياض قبيس وهادي الامين. هلا منشوف بالحديث عن المعابر، بعد في نقطة، النقطة هي موضوع السلاح ونزع السلاح، نزع السلاح غير الشرعي أو السلاح الميليشيات. السلاح هون في البعض قال أنه قبل ما تروحوا عند حزب الله كل القوى اللبنانية، الأحزاب اللبنانية عندها سلاح،
في البعض قال في السلاح الفلسطيني، في البعض قال انه كيف يعني بدكم تروحوا تطبقوا هذا الشيء على حزب الله وكل البلد مليان سلاح بما فيها المخيمات. هذا الموضوع كيف ممكن تطبيقه وآلية تطبيقه ضمن ال 1701 بحيث انه مش لا يطبق فقط على حزب الله مثلا كما يريد كما تريد اسرائيل؟ يعني الوقائع تخطت موضوع نقاش الشرعية وعدم الشرعية، والخوف يعني او المخاوف التي اثيرت حول هالموضوع صارت بعتقد يعني بغير محل. اليوم الامور تخططها بكثير. المساله اليوم في اعاده احياء للمفاهيم الاساسيه اللي كانوا كتار حاولوا يتناسوها او نسوها او وضعوها جانبا بالفتره الماضيه. هذه المفاهيم الاساسيه على راسها المفهوم البسيط والأساسي لفكرة الدولة، دولة يلي هي بيكون عندها فعلا القدرة قبل ما تناقش بوجود سلاح آخر غير سلاحها، بده يكون عندها هي القدرة أن تكون سيدة على أرضها وتملك القدرة للدفاع عن حدودها وعن أرضها. وهذا الشيء يلي سبق وحكيت عنه له علاقة باتفاق الطائف ومندرجات اتفاق الطائف وبنوده الأساسية التي تتكلم قبل الحديث عن تحرير الأراضي المحتلة اللي كان بعد بوقتها لم يطبق القرار 425 ولم يحصل الانسحاب العام 2000. عم نحكي عن سنة 90 89 و90. اتفاق الطائف بيقول أنه إعادة بناء القدرات القوات المسلحة اللبنانية لتتمكن من الدفاع عن الأرض اللبنانية. هذا المفتاح الأساسي يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة. رح نحكي فيه، حيكون عنوان يعني الشق الآخر من هذه الحلقة. بس مشاهدينا بدأت وقف مفاصل إعلاني قصير كتير، وبنرجع مباشرة لدار العيسى العضو في الكونغرس الأمريكي مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة. بدي أستقبل مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنيات الزوم عضو الكونغرس الأمريكي دار العيسى. مساء الخير أستاذ عيسى. مساء النور. مساء الخير استاذ عيسى. حضرتك يعني عضو الكونغرس وايضا مع العضو الكونغرس الاخر دارين لحود كنتم قد ارسلتم رساله الى الرئيس الامريكي جو بايدن تقولون فيها بانه القوى السياسيه اللبنانيه تعرقل الحل والعمليه الانتخابيه بشكل خاص. لن اقرا هذه الرساله لانه نحن سنعرضها على الهواء مباشرة، ولكنني سأقرأ جملة واحدة فقط وتقولون فيها على مدى الأشهر العشرين الماضية عرقل رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية الانتخابية بشكل خاص، ومن الواضح أنه لا يتصرف بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه. ماذا تقصدون بهذه الرسالة؟ وماذا تطلبون صراحة من الرئيس بايدن أن يقوم به تجاه الرئيس بري وكل القوى التي تعرقل الانتخابات الرئاسية في لبنان؟ شكرا على استضافتك إياي في هذه الظروف الصعبة للبنان. السيد لحود وأنا كتبنا هذه الرسالة لأنه منذ أكثر من سنتين لقد زرنا الرئيس بري وأنذرناه بألا يكرر ألاعيبه التي قام بها في الانتخابات الماضية.
سيكون هناك تصويت أول وليس تصويتا ثانيا. هذا خرق للدستور. في هذا الاجتماع مسك الرئيس بري الدستور أمامي وقال إنه ساهم في كتابة الدستور وكان صريحا بهذا الموضوع وهو يتلاعب بالدستور. يجب أن يكون هناك تصويت واحد مع الثلثين، والتصويت الثاني يجب أن يحصل بالأكثرية. إنه الآن ينتظر المرشح الملائم لحزب الله ولإيران وليس لأكثرية شعب لبنان الذين هم انتخبوا نوابهم. نعم، ولكن أستاذ عيسى، الرئيس بري عنده كتلة نيابية وحزب الله عنده كتلة نيابية منتخبة أيضا من الشعب اللبناني، وهم أيضا جزء من مجلس النواب الذي يقرر من هو رئيس الجمهورية. No question at all. بالطبع. But ever since the formation of the modern Lebanese constitution, منذ كتابة الدستور الحديث اللبناني تم النص عن رؤساء ثلاثة من كل الطوائف أو الطوائف الثلاث الأساسية. That of the Shia. إنه رئيس الطائفة الشيعية بصورة عامة، ولقد رمى بعرض الحائط الطوائف الأخرى باختراقه لهذا الدستور. بعد كل تصويت لم نصل إلى 50%، فسيكون ذلك متماشيا مع الدستور، ويجب العثور على مرشح سيحصل على 50%. ولكن إذا كلما عدنا إلى التصويت الأول، لأن هذا هو ما يشاء، فهذا هو اختراق وانتهاك صارخ للدستور ولمطالب لبنان. اللبنانيون سنة وشيعة ومسيحيون ودروز، ويجب تمثيلهم جميعا. إنه يمنع 51% المنصوص عنهم، المنصوص عليهم في الدستور، يمنعهم عن انتخاب رئيس، وليس له أي شرعية فيما يتعلق بالتوقيف التصويت من قبل الأكثرية. لقد قلت له ذلك منذ سنتين، وبصراحة أنهى اجتماعنا بسرعة جدا وباكرا. إذا ما سمعه من إيران هو أهم من الذي يسمعه من الولايات المتحدة، فرئيسي أنا والرئيس الذي سيليهم والكونغرس عليهم معاملة إدارته بالشكل المناسب، وإذا يتضمن ذلك العقوبات فليكن. عندما تقول أستاذ عيسى أنذرتم الرئيس بري لفتح مجلس النواب ولإجراء انتخابات نيابية، وحضرتك هلأ تقول بأنه على الإدارة الأمريكية إذا كان الرئيس بايدن أو الرئيس المقبل بغض النظر إذا كان ترامب أو هاريس أن يتصرفوا مع الرئيس بري بفرض عقوبات عليه؟ إذا استمر في إيقاف هذه في إعاقة هذه الانتخابات وعرقلة الديمقراطية، فنعم بالطبع. الرئيس بري أعلن منذ أيام بأنه مستعد لفتح مجلس النواب، وقد تخلى عن كل شروطه للذهاب إلى رئيس توافقي في 86 صوت ليؤمن هذا الرئيس الميثاقية لتمثيل كل القوى السياسية، وبالتالي أكبر قدر من القوى السياسية. وهذا الأمر
يسقط عنه أو أسقط عنه تهمة عرقلة رئاسة الجمهورية، واليوم تحديدا مع الموفد الأمريكي أموس هوكستين كان الرئيس بري يقول ويعرب عن استعداده لانتخاب رئيس جمهورية، وهذه ويقول أن هذه مسؤولية كل القوى السياسية وليس فقط الرئيس بري. Well, I can only say two things. One, سأقول أمرين. أولا السيد هوكستين ليس منتخبا، لم ينتخبه أبدا أحد، إنه مستشار للرئيس في مسائل الطاقة. وبغض النظر عن ذلك أنا أوافقه الرأي، سنتعامل بالشكل المناسب مع كل المنتخبين، ولكن المشكلة أنت أعطيت رقم 86. سأسألك كم هو عدد النواب في البرلمان؟ يعني 128، ولكن تقول حضرتك أنه اليوم يمكن أن يأتي رئيس جمهورية للبنان ب 65 صوتا فقط؟ لم تعطينا رقم 51%، إن هذا الرقم لا يوازي 51%. النصف زائد واحد 51%. نعم، النصف زائد واحد أستاذ عيسى هو 65 صوت. 120 is 60. It's 64. الرقم المناسب، الرقم الصحيح هو 64. 64 ضرب 2 128. أنتم بحاجة إلى 65 صوت. نعم صحيح. الرقم الذي يتجاوز 80 هو الأكثرية في الجولة الأولى. نعم. أنتم لستم بحاجة إلى أكثر من 125 في الجولة الثانية. الجولة الأولى الثلثين، الجولة الثانية 50%. صحيح أستاذ عيسى، ولكن أحاول أن أقول لك أن الرئيس بري قال 86 فقط، محاولا أن يحظى الرئيس المقبل بأكبر قدر من التمثيل بين القوى السياسية وأن يكون جامع لكل اللبنانيين ولكل القوى السياسية. هل تعتبرون هذا الأمر خرق للدستور أو تهمة يمكن أن توجه إلى الرئيس بري؟ إنه خرق للدستور. فلنكن صريحين كلبنانيين. كلبنانيين في لبنان وفي المهجر. الفكرة هي أن لبنان وافق على قسم الحكومة، وكل طائفة يحق لها بكرسي أو بمقعد. الرئيس ماروني ونائب رئيس وزراء أرثوذكسي، رئيس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب شيعي. هذا التقليد أو هذا التحليل للدستور ليس متعلقا بالتمثيل، لأن رئيس مجلس النواب بري لم يحظى ب 126 صوتا، ولا السيد ميقاتي ولا الرئيس ميقاتي. لماذا على الرئيس أن يحصل على الأكثرية الساحقة؟ إنه لديه صلاحيات محدودة جدا وليست كاملة. نعم. طب اسمح لي أستاذ عيسى، حضرتك تقول أنه إذا كان الرئيس بري يريد أن يستمع إلى الإيرانيين أكثر من الإدارة الأمريكية فسيعاقب ربما بعقوبات أمريكية، أليس هذا يعني، وتتهمونه بأنه خرق للسيادة وخرق للدستور، بس أليس ما تقومون به أنتم أيضا هو خرق للسيادة اللبنانية بجمع الأصوات يعني وبمحاسبة رئيس مجلس نواب لبناني على عدم دعوته أو دعوته لأي جلسة نيابية وعلى الأصوات التي يمكن أن يحظى بها أي رئيس جمهورية مقبلة؟ ألا يمكن كشعب لبناني أو كقوى سياسية أن يفهموا ذلك على أنه خرق أيضا للسيادة اللبنانية؟
أبداً. Whoever the Lebanese people choose is their decision. إن الشعب اللبناني يقرر من يمثله. لم أعطي اسما واحدا لمرشح أختاره أنا للرئاسة. لم أعطي اسما واحد لرئيس مجلس نواب أو لمنصب رئيس الوزراء، ولكنني قرأت الدستور وسافرت إلى لبنان مرارا وتكرارا. واجتمعت مع كل القادة ومع الرئيس ومع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس النواب بري عدة مرات، وطلبت منهم أمرا واحدا مقابل دعم الولايات المتحدة الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني ودعم المؤسسات اللبنانية. عليهم أن يوفوا بوعدهم المتعلق مباشرة بالدستور وفقط لا غير. أنا أريد أن يحترم لبنان وعوده، أن يوفي وعوده، من أجل ليس من أجلي أنا ولكن من أجل الشعب اللبناني برمته. نعم، شكرا جزيلا على وقتك. عندي سؤال أخير حول ال 17-01. اليوم فيه كلام عن أنه 17-01 لم يعد قرارا كافيا بمندرجاته، وأنه في مطالبات إضافية لإضافة مندرجات إضافية أو مطالب إضافية على ال 17-01. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ Every day that goes by, it becomes harder. كل ما مضت الأيام، كل ما صعب على القوى المسلحة اللبنانية أن enforce the sovereignty of Lebanon. أن تحافظ على سيادة لبنان، ولكن ستستمر الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني في هذا السياق. نحن نريد أمة واحدة تحت سقف القانون. Whether it's Hezbollah or any other إلغاء حزب الله أو أي منظمة ميليشياوية في لبنان كان هدفا للشعب اللبناني. يجب على الجيش اللبناني أن يتمكن من حماية كل الحدود ضد كل أنواع التهديدات. نعم أستاذ عيسى، اسمح لي، لأنه يعني ما تقوله أنت تشمل كل الشعب اللبناني بأنه يريد القضاء على حزب الله، وهذا يعني غير صحيح، لأنه اليوم الحزب لديه قاعدة شعبية كبيرة جدا ولا يزال يحتفظ بهذه الشعبية حتى اليوم وحتى رغم كل هذه الحرب. أريد أن يعني سؤال أخير، كيف ترى لبنان في اليوم التالي للحرب، خصوصا وأننا نسمع من الإسرائيلي ومن أمريكي أحيانا بأنه يريد لبنان، عليكم أن تعتادوا على لبنان من دون حزب الله الترسانة العسكرية؟ Yes. نعم. Lebanon has no official war against Israel. لبنان في حالة حرب غير رسمية مع إسرائيل. That wing. هذا الجناح العسكري لحزب الله استمر في مهاجمة إسرائيل وضرب إسرائيل، واليوم عندما أرى هذه الصورة وراءك أرى الدمار للمرة الثانية. كنت في لبنان في عام 2006 ورأيت المأساة. سآتي مجددا لمشاهدة هذه المأساة الجديدة. No question at all. هذه الحرب هي نتيجة الحروب التي خاض حزب الله لفترة على مر السنين من دون موافقة الدولة اللبنانية. إذا ما كان هناك بعض الأشخاص الذين يريدون أن يهجم حزب الله على إسرائيل، فسأقول لباقي الشعب اللبناني أنتم ستهاجمون لأن حزب الله يهاجم إسرائيل. أريد أن تعيش الدولتين في السلام، ولن نقوم بذلك إذا ما استمر إطلاق النار عبر الحدود وإذا ما لم يتم احترام سيادة الدولتين. أنا لبناني كإرث على صعيد الإرث وعلى صعيد الإيمان والاعتقاد. أريد أن يحصل لبنان على أمته
المتماسكة أن يحصل على السلام، أن لا يتم اغتصاب سيادته من قبل أي طرف مسلح. نعم. طيب من بعد ما أصدرتم هذه الرسالة هل في عقوبات؟ يعني يمكن القول أن هناك عقوبات جدية أمريكية على الرئيس بري؟ With the letter from two of the people, Congressman هذا ما نطالب فيه أنا والسيد لحود في رسالتنا. نحن حلفاء لبنان وحلفاء شعبه. إذا وقفنا إلى الجانب سيكف الأمريكيون عن إرسال المساعدات وستستمر المشكلة وسيستمر الجناح العسكري لحزب الله وسيستمر في تعطيل الحكومة وفي تعطيل انتخاب الرئيس. لن يتغير أي شيء قبل انتخاب رئيس جديد. نعم. ستزور لبنان قريبا؟ سأزور لبنان قريبا. متى؟ سأزور sorry who will you visit عفوا؟ I will be in Detroit where a large Lebanese population including relatives. سأزور ديترويت حيث العائلات اللبنانية الكثيرة هناك. سأتحدث معهم ومن بعدها سآتي إلى لبنان قريبا جدا. شكرا لك عضو الكونغرس الأمريكي داري العيسى. شكرا لك. بس كمان دعني أوضح، شكرا لك على هذه المداخلة على وقتك. نحن يعني توقفنا مع هذه المداخلة لا سيما لإبراز هذه الرسالة اللي أبرزناها بالبداية التي توجهتم بها إلى الرئيس بايدن مطالبين فيها بالضغط على الإدارة اللبنانية تحديدا على الرئيس بري لإجراء الانتخابات. شكرا لك على وقتك. واسمح لي بس أقول أنه اليوم يعني في لبنان، وحضرتك من أصل لبناني وأيضا أستاذ لحود من أصل لبناني، ولكن لبنان اليوم هو عبارة عن موزاييك من الطوائف والأحزاب وحزب الله. بلشت الغارات جوزيفين. كبيرة جدا جدا في لبنان، وعندما نتحدث عن ماذا يريد الشعب اللبناني بشكل كامل يعني يكون فيه بعض المغالطات لأنه لا يمكن الجمع. طبعا هناك مجموعات تريد ذلك ومجموعات تريد عكس ذلك. بكل الأحوال نحن شاكرين جدا لك أستاذ داري العيسى عضو الكونغرس الأمريكي على هذه المداخلة معنا، وشكرا لوقتك. ونتابعكم بطبيعة الحال في الانتخابات الأمريكية التي ستجري بعد حوالي أسبوعين من اليوم لمعرفة ما هو مستقبل الإدارة الأمريكية وانعكاسها على لبنان. شكرا لك. مباشرة يعني استاذ شكرا. بس أنا لأنه هلأ كمان اتصل نحن وعم نحكي استاذ علي حمدان مستشار الرئيس بري يلي بده يرد على استاذ داري العيسى. ما بعرف إذا الاتصال جاهز. استاذ علي حمدان هل الاتصال؟ استاذ علي مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بك. يعني كنت عم بتقول بدك اتصال بدك ترد بطبيعه الحال يعني. تفضل. كيف قرات ما قيل؟ هذه الرساله انبعثت هلا من كم يوم يعني الى الرئيس بايدن، وهي موقع نشرناها على الهواء نحن في اكتوبر من اسبوع انبعثت الى الرئيس بايدن وصار مضمونه موجود كان على الهواء. تفضل كيف ترد استاذ علي على يعني ما قاله داري العيسى عضو الكونغرس الامريكي؟ مساء الخير. ولكن كان بتمنى انه يكون الاتصال تحولوني بالوقت اللي كان بعده النائب داري العيسى على الهواء مباشره ليتسنى له انه يسمع الجواب المطلوب. هلا بعتقد هو عم يسمع. بعتقد عم يسمع. للاسف. اوكي عظيم. اذا بيكون عم يسمع بيكون كثير عاد، لان بدي بلش معه من حيث انتهى. وبدي احاول اني انعش له ذاكرته بانه الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان والحروب الاسرائيليه على لبنان
لم تبدا مع وجود حزب الله، هي منذ العام 1948، والاجتياح الاول كان بالعام 78، والاجتياح الثاني بالعام 82، ولم يكن هناك شيء اسمه حزب الله او كيان سياسي او مقاومه اسمها حزب الله بهذيك الفتره، وكانت اسرائيل تحتاج دائما ب اسباب تخترعها وتختلط لمهاجمه لبنان واجتياح لبنان. هاي بحب كنت انعش له ذاكرته ليعرف انه الاطماع الاسرائيليه هي ليست وليده الساعه بلبنان، هذا اللي هو بيرفض هون ساعتها هو بيتبنى ساعتها جنسيته الامريكيه مش جنسيته اللبنانيه، اما على صعيد رسالته اللي بيطلب فيها بخاطب فيها رئيس الولايات المتحده الامريكيه الرئيس بايدن الجسم التنفيذي السلطه التنفيذيه بوضع عقوبات، هي ليست الاولى. منذ عام تقريبا كان في مجموعه كمان من النواب الامريكيين يلي كانوا عم يحاولوا يطلبوا، واحدهم اللي كان مترأس المجموعه محيل بتهمه الفساد، هو وزوجته وعائلته لتورطوا بتلقي رشاوى. ما بنعرف اذا هو راح يكون كمان يلحق الدور مع زميله، لكن انا اللي بهمني اوصل بالمنطق الديمقراطي اللي عم نحكي فيه، اي ديمقراطيه بتسمح له انه يتناوص على سياده بلد ثاني. لبنان لازم يعرف النائب داري العيسى والنائب دارين لحود، نعم، زميله بالرساله، انه لبنان بلد ذو سياده ومستقل وليس تحت الاحتلال. نعم. إضافة إلى ذلك أنه إذا كان بيحترم الديمقراطية هو بيعرف أنه ما كان لازم يتجاوز هذا الحد. والرئيس بري، نعم، لسبق وأكثر من مرة شرح لمعظم الوفود يلي بتزور لبنان الديمقراطية التوافقية التي يتحلى فيها لبنان، لأنه الديمقراطية متنوعة بيظهر غايبي عنه للديمقراطيه، يلي عم يحاول يعلمنا ديمقراطيه السلب وديمقراطيه السيطره وديمقراطيه يلي تحت اسم الديمقراطيه بحابب يلغي الديمقراطيه. طيب استاذ علي بس خليني اقول يتمتع بديمقراطيه متميزه، نعم، هي ديمقراطيه توافقيه استاذ علي، واللي عم يدعي له الرئيس بري عين الديمقراطيه. نعم، عين الديمقراطية. التوافق هو الدرجة الأولى في الديمقراطية. نعم أستاذ علي لو سمحت أنا خليك معنا لو سمحت، ونحن بدنا نكفي معك بهذا الموضوع لأنه عندك حق الرد للآخر، بس ما تواخذني بدي أقاطعك في غارة حاليا، بدنا ننتقل بس لزميلتنا. خليك معنا لأنه ما كفينا النقاش، وبحق لك الرد على الآخر. زميلتنا ريف عقيل في غارة. ريف تفضلي. نعم جوزيفين مساء الخير لك، ونعتذر من ضيوفك طبعا، ولكن بعد أقل من 10 دقائق على أولى التهديدات الإسرائيلية لهذه الليلة شن العدو الإسرائيلي قبل قرابة 5 دقائق غارة أو ربما غارتان عنيفتان. الغارة الأولى استهدفت منطقة الوزاعي، فيما الغارة الثانية نراها الآن بعدسة الزميل أبو شاكر على أطراف منطقة حارة حريك. هذه الغارات جوزيفين تأتي من ضمن سلسلة تهديدات أطلقها العدو الإسرائيلي قبل قرابة 10 دقائق، وهي تناولت مناطق الليلك ومنطقة الأوزاعي التي يتم استهدافها للمرة الأولى في هذا العدوان الإسرائيلي، علما بأن هذه المنطقة تم استهدافها بحرب تموز لعشرات المرات. إضافة إلى هاتين المنطقتين هناك تهديد أيضا باستهداف 3 مبانٍ سكنية في منطقة حارة حريك، إضافة طبعا إلى التهديد وصل إلى منطقة الحدث ومنطقة برج البراجني. إذا جوزيفين في أقل من 10 دقائق نحن نتحدث عن تهديدات
أربعة مناطق أو خمس مناطق في الضاحية الجنوبية، وإضافة إلى غارتان عنيفتان شنهما العدو الإسرائيلي، الأولى كانت في منطقة حارة تحريك، فيما الثانية كانت في منطقة الوزاعي. وبحسب شهود عيان وبحسب صور تصل إلى المجموعات الإعلامية، فإن سكان منطقة الروشي بإمكانهم رؤية الدخان يتصاعد جراء الغارة العنيفة أو التي شنها العدو الإسرائيلي على منطقة الوزاعي مجددا للمرة الأولى. إذن واضح بأنه على الرغم من نفي العدو الإسرائيلي بأنه لن يقوم باستهداف مستشفى الساحل، بعد أن ألمح إلى كثير من التهديدات وألمح وزعم بكثير من الأخبار التي تطال محيط هذا المستشفى، ولكنه قام بتهديد عدة مناطق في العاصمة في الضاحية الجنوبية، كما أن منطقة الوزاعي جوزيفين حتى هذه اللحظة لا تزال من المناطق مأهولة سكانيا. هي لم تشهد حالات نزوح كبيرة كما الضاحية الجنوبية، وبالتالي هذه الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي ولم يمهل فيها سكان الضاحية كانت سريعة جدا، قد تنذر بوجود ربما شهداء أو ربما جرحى نتيجة هذه الغارة العنيفة. طبعا يعني في هذه الأثناء كنا لازال نستمع إلى صوت الطيران المسير الذي يحلق فوق الضاحية الجنوبية. هناك تأكيدات حتى هذه اللحظة بأن ما نقول بأن في هذه الغارات هي تحديدا ليست غارة واحدة وإنما غارتين شنهما العدو الإسرائيلي كما أشرت، الأولى على منطقة حارة تحريك والثانية على منطقة الوزاعي التي يتم استهدافها للمرة الأولى. طبعا يعني لحظة إطلاق هذه التحذيرات أو هذه التهديدات كنا رأينا إطلاق أو سمعنا وشهدنا الأعيرة النارية ترتفع في السماء نتيجة إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الوزاعي. هذا الأمر كان بغية تحذير المواطنين من الغارات الإسرائيلية المرتقبة بعد التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلي. طبعا يعني هي هذه الغارات منطقة هذه المنطقة أولا هي على مسافة قريبة جدا من مطار بيروت، هي على مسافة من الميناء في منطقة الوزاعي، وهناك عدد كبير من أهالي هذه المنطقة لم يتمكنوا من المغادرة أقله حتى هذه اللحظة، بالتالي نحن في حال من الترقب لما قد تحمله الدقائق أو الساعات المقبلة. ولكن هناك تأكيدات أيضا بأن هناك حالات نزوح كبيرة من عدد من العائلات من منطقة الوزاعي باتجاه مناطق أخرى، إضافة طبعا إلى حالات نزوح من منطقة الجنيح إلى مناطق أبعد، خاصة بأن الخرائط المرفقة بالتهديدات الإسرائيلية جوزيفين وتحديدا فيما يتعلق بمنطقة الوزاعي يبدو بأن النقطة الحمراء التي حددها العدو الإسرائيلي هي مساحة كبيرة جدا جغرافيا، وهذا ما قد ينذر ب دمار كبير جدا في هذه المنطقة، وبالتالي غارات قد تكون عنيفة وقد يتأثر بها كل المحيط أو كل المناطق المحيطة. مجددا منطقة الوزاعي مرورا بمنطقة الجنيح وصولا إلى العاصمة بيروت، كل هذه المناطق جوزيفين لا تزال مأهولة، وبالتالي هناك أخطار كبيرة إذا ما استمرت هذه التهديدات أو ما إذا عم نشوف صور من الوزاعي يلي عم يخرجوا من المنطقة بسبب حالة حرقة نزوح الحراوية على الوزاعي. هلا هذا الفيديو مباشرة وصلنا من الوزاعي. بدي ارجع يعني سريعا الى السيد علي حمدان لانه بعده معنا على الخط، بدي استفسر منك عن نقطتين تحديدا. اول نقطة لما تحدث عن النصف زائد واحد وال 65 صوت، انه لماذا لا ينتخب رئيس ب 65 صوت؟ وثانيا عن العقوبات، تفضل استاذ علي. حقيقة اللي بهمني وضحه انه مش مستغرب من شخص مثل السيد داري العيسى يلي عم يغطي العدوان الاسرائيلي المجرم على لبنان انه يواجه او يحاول يتهم الرئيس بري بانه لا يمارس الديمقراطية في لبنان. يعني هو أوضح هويته بشكل كافي، تغطيته للعدوان الإسرائيلي على بلده الأم، على بلده الأم لبنان، هيدي بحد ذاتها إدانة تاريخية لإله وبده يحملها على جبينه. الشغلة الثانية
بدي ارجع للنقطة الأولى اللي كان عم يحكي فيها على الدستور اللبناني، واللي واضح أنه جاهل له تماما للدستور اللبناني، معتمد على وشايات يلي عادة توصلوا بأصول الديمقراطية التوافقية هي بالدرجة الأولى، وكل بلد يمتاز بنظامه السياسي وديمقراطيته. بفرنسا في ديمقراطية بتختلف عن الديمقراطية بأمريكا، ببريطانيا في ديمقراطية بتختلف عن الديمقراطية بأمريكا. كل بلد يعتمد نظام ديمقراطي وفقا لمصالحه ووفقا لما يعكس تمثيله ومصلحة بلده. بحب ذكره هون انه لبنان ديمقراطيته هي ديمقراطية طائفية طوائفية او توافقية، ديمقراطية توافقية يلي مش موجودة طبعا بامريكا، وهيدي عين الديمقراطية ببلد مثل لبنان. عندما يطرح الرئيس بري رئيس توافقي في ظل حرب وعدوان غاشم، هو يريد الحفاظ على المجتمع اللبناني، على الوحدة الوطنية، على وحدة اللبنانيين. نعم. بكل أثر نحن منا بحاجة لدروسه للسيد داري العيسى، ومننصحه للتاريخ أن يعتذر عن تغطيته للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويعتذر أيضا عن تجرؤه على سيادة لبنان وانتقاده للديمقراطية اللبنانية. نعم. طيب بس سؤال أخير قبل ما أختم، لأنه يبدو كمان في تطور ميداني كبير كتير وأمني في بيروت. أستاذ علي، أنا طبعا نحن يعني بشرفنا تكون حضرتك معنا هذا الأسبوع بحلقة هون على الطاولة بالاستوديو، والمنبر مفتوح دائما. بس سريعا، العقوبات يا أستاذ علي، العقوبات الأمريكية، هل برأيك تراها قريبة؟ لأنه عم بيقول من سنتين زاركن وهلأ عم يضغطوا كرمال عقوبات. سريعا لو سمحت. مش أول مرة، سبق وقلت لك يمكن ما سمعتيني بالاتصال الأول أو بالفترة الأولى. سبق وذكرنا أنه مش هاي المحاولة الأولى يلي في يعني ناس أصحاب نفوس ضعيفة. بكل أسف يمتازوا عن الأمريكيين أنه من أصل لبناني، وبيسعوا للاعتداء على الوطن الأم عبر محاولة استهدافهم للرئيس بعقوبات، وهذا أمر معيد ديمقراطية. الرئيس بري تاريخ محافل بصونه للديمقراطية في لبنان وفي البرلمان اللبناني والحياة البرلمانية اللبنانية. طيب شكرا لك أستاذ علي حمدين، على أمل أن نراك قريبا في استوديو الجديد. أهلا وسهلا بك، شكرا لك على هذه المداخلة. أستاذ زياد، هيك رأيك سريعا قبل ما يبدو أنه في تطور ميداني، معلش ما تواخذني، ريف وين؟ ريف بالضاحية، بس في تطور ميداني ريف بالضاحية، لأنه هلأ في كلام كمان عن بيروت عم نتأكد منه. تفضلي. صحيح جوزيفين، قبل دقيقة من الآن وأنت تختمين يعني مع ضيفك، شن العدو الإسرائيلي غارة جديدة على نفس المنطقة التي تم استهدافها في الغارات الأولى، أتحدث تحديدا عن منطقة حارة تحريك. ولكن أود الإشارة جوزيفين بأنه بتزامن مع هذه الغارة، هناك معلومات ترد عن أنه في نفس هذه اللحظة التي تم استهداف فيها منطقة حارة تحريك في الدفعة الأولى من الغارات، كان هناك استهداف في محيط منطقة السلطان إبراهيم أو أول منطقة الوزاعي بين الوزاعي ومنطقة الجناح. بطبيعة الحال يعني الزملاء يتوجهون إلى هذه المنطقة لمعاينة المبنى الذي تم استهدافه، ولكن ما يمكن تأكيده حتى هذه اللحظة وعلى عكس الشائعات المتداولة بأنه تم استهداف مستشفى بيروت الحكومي أو رفيق الحريري الحكومي، هذه المعلومات غير صحيحة. ولكن نحن نتحدث عن غارة على مقربة أو على نفس الخط من أو الطريق من هذا المستشفى، ولكن يمكن التأكيد بأن هذه الغارة لم تكن على المستشفى، وإنما استهدفت محيط
المستشفى. يعني هذا ما يمكن جزمه حتى هذه اللحظة، ولكن هناك معلومات أيضا جوزيفين ترد بأنه هناك جرحى نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى رفيق الحريري أو بيروت الحكومي عفوا في منطقة الجناح، وبالتالي يعني تتوجه الزميلة زهراء فردون إلى المكان لمعاينة الأضرار، خاصة مع ورود أخبار عن وجود جرحى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا هذه الغارات جوزيفين تأتي من ضمن سلسلة تهديدات قام بها العدو الإسرائيلي هذا المساء، وتناولت عدة مناطق لبنانية منها الحدث والليلة كي ولوزاعي للمرة الأولى وحارة حريك وبرج البراجني. ولكن واضح يعني من طبيعة هذه واضح من طبيعة هذه الغارات ومن خلال هذه الاستهدافات بأن العدو الإسرائيلي يوسع من رقعة عملياته، وبالتالي الأماكن التي يتم تحديدها في الخرائط المرفقة بالتهديدات هي لا تتطابق فعليا مع مواقع أو المباني التي يتم استهدافها. هذا الأمر طبعا أثار قبل قليل حال من الذعر بين المواطنين، وهناك حالات نزوح كبيرة نشهدها من محيط مستشفى الحريري ومن منطقة الجناح، إضافة طبعا إلى حالات نزوح من محيط منطقة الوزاعي وهم بأعداد كبيرة. كما أشرنا سابقا هذه المناطق لا تزال مأهولة، هناك العديد من الأهالي الذين لا يزالون في هذه المنطقة، وبالتالي نحن نتابع هذه المشاهد من على مشارف الضاحية الجنوبية. ولكن ما يمكن نعم جوزيفين، وفي هذه الأثناء عاد الطيران المسير ليحلق بكثافة فوق الضاحية الجنوبية. طبعا جوزيفين نتابع معك المشهد الميداني ونعود إليك في حال حصلت أي غارة جديدة على الضاحية. أكيد أكيد ريف، عم نشوف الصور هذا التحليق وعم نشوف الصور محيط الضاحية الجنوبية، وإن شاء الله بسلامة لكل الناس. أنا مشاهدينا أستاذ زياد قبل ما نرجع بالمحور الثاني هيك نحكي شوي عن اللي نهينا فيه، وبدك تعلق شوي على ما قاله أيضا يعني دار العيسى وعلي حمدان، ولكن تسمح لي كثيف جدا غرفة العمليات ناطرتنا صار لزمان مع زملائنا رياضة باسي وهادي الأمين، تفضلوا. شكرا جوزيفين. إذن ننطلق مع غرفة العمليات، وهي الفقرة التي نحاول من خلالها الوقوف عند احتياجات النازحين ومدى جهوزية المؤسسات الحكومية في مواجهة أزمة النزوح. ومعي اليوم الزميل هادي الأمين. كنا مفكرين هادي أنه ما حيطلع لنا دور اليوم، نحن بشكل على حجم التسارع. يعني عم بيهدد الرئيس بري بالعقوبات بشهينة، يعني في حكي كبير عم بسمعنا حكي كبير هلا على كل لا وسمعنا حكي بال 65 نائب كمان انه يجي رئيس ب 65 نائب، هذا مؤشر بصرف النظر شو بيقول الدستور، بس هذا مؤشر ما في حدا رايح باتجاه المواجهه المطلقه هونيك. هو مش موضوعنا السياسي نحن هلا، بس ما هو اذا زادت الازمه السياسيه رح يزيد مشكل النزوح. للأسف الرياض يعني مع كل يوم مع كل غارات عم تزداد نسبة النزوح، يعني كل ما نحس أنه عم نجرب نوصل حجم معاناة الناس للدولة لنقدر نوصلهم ببعض بتزيد. وهلأ مثل ما شفنا للأسف على الأوزاي العالم عم ترجع تتهجر. نحن نبلش من اللي صار بالحمرة اليوم، اللي صار بالحمرة المشكلة اللي صاير على موضوع على موضوع نشرحه للعالم، بس يعني قبل ما باختصار اللي صار رياض أنه في ب 27 شهر وقت نزحت العالم سابقاً راحوا على مبنى سكني هو عبارة عن شقة مفروشة. هيدا المبنى كان مقفل بالشمع الأحمر بإشارة قضائية من أكثر من 7-8 سنين. شيء بيقال دعارة ما دعارة، كان يؤجر شقة مفروشة غرف مفروشة. اللي صار أنه ب 27 شهر في مجموعة من الأهالي إجوا فتحوا هذا المبنى مثل ما انفتح غير مباني. بحسب الرواية، وهلا بيكون معنا اتصال من القيمين على الموضوع اللي فاتوا على المبنى، أنه إجا صاحب العقار اللي هو من بيت العيتاني شقيق قاضي تدعى نجاح العيتاني، هني بيملكوا هذا المبنى اللي مختوم بالشمع الأحمر، وأنه رحب فيهم للناس وقال لهم بدوا شوية تجهيزات مثل صرف صحي وكهرباء ومي، جابوا مساعدات وجهزوا هون. يتفاجأوا أنه نهار السبت الماضي بينزلوا القوى الأمنية بيعطوا الإنذار لمدة 48 ساعة لتدخلوا المبنى. إجوا اليوم وصارت العركة. خلينا نشوف كيف تعاملت القوى الأمنية اليوم بفيديو مع الأهالي الموجودين واللي ما طلعوا بعد لأنه تمددت المهلة 48 ساعة تانيين من النيابة العامة. شوف الفيديو لو سمحتوا. يا
واضح بانه مثل ما شفنا مواجهات ضاريه بين القوى الامنيه والنازحين هون. ان شاء الله تطور الامور هي اكثر بالبلد لانه الوضع ان شاء الله ضلها محصوره بهذا النطاق. وهذا الموضوع رياض موضوع الاماكن الخاصه صار له حساسيه كبيره بالبلد لانه بمطارح كثير عم يعمل اشكالات كبيره مع الناس. اليوم صار هذا المشهد يبدو ما قدروا القوى الامنيه رغم انه في حشود بس هو في يعني هذه ما فينا ننكر هذا مكان خاص. لا هو مكان خاص وكان مقفل باشاره قضائيه ولكن اللغط اللي صاير انه وقت فاتوا عليه اجى احد ملاك هذا العقار المبنى ورحب فيهم وقال لهم اقعدوا وجهزوا هن التجهيزات اللازمه. هلا اشاره مدعي عام التمييز باخلاء المبنى وتامين مكان بديل لهم. اوكي اما مكان بديل ولكن يعني مش مناسب عم يقولوا اما نقولوا قاعات مفتوحه ما في غرف. طيب معنا هيك معنا نحن السيد دانيال ناصر اللي هو بعتقد المسؤول عن النازحين هنيك بس لنفهم بس عم نرجع نكرر نحن مجددا انه هذا مكان خاص وهو الافضل دائما يعني مش الافضل هذا المفروض يصير انه ما يتم الدخول على الاماكن الخاصه. انت عم تقول انه هذا الشيء صار بالتوافق مع عدد من الاشخاص اللي بيملكوا المبنى. على كل خلينا نفهم من السيد دانيال بس شو الفكره ليش ما بتنقله. مرحبا سيد دانيال. سيد دانيال الو الو عم تسمعنا؟ ايه عم بسمعك. السيد دانيال السؤال البديهي اللي بيطرح نفسه حاليا انه القرار اللي عم بيقول هذه قرار المدعي العام كان بانكم انتم تنقلوا على مكان اخر، ليش ما بتنقلوا على مكان اخر؟ بعد ما اجى القوى الامنيه نهار السبت واعطتنا مهله 48 ساعه لننقل النازحين على المبنى اللي هو واقع بطريقه جديده مستوصف كان قديما مسكر على اساس انه هو مجهز من كل النواحي. تواصلنا مع القيمين على المبنى افادونا انه هو غير مجهز وبعده ما تجهز كليا. اوكي. طلبت انا اكثر من مره اروح زور المبنى لحتى اتاكد لحتى انقل الصوره للنازحين لحتى اعطيهم تطمينات انه هذا المبنى مجهز. ما حدا تجاوب معي. اخر اتصال كان امبارح قالوا لي بعد المبنى منه مجهز. طيب هلا انتم قديش الاعداد تحت دانيال وشو اللي صار بالضبط؟ يعني ليه هلا حميت القصه؟ ما زال لكم من 27 شهر موجودين. من 27 شهر العالم فاتت مثل ما فاتت على المباني بطريقه فوضويه. اول ليلتين العالم ناموا في فوضى، كان في تشكيل للجان اجتماعيه وكنت انا لي الشرف اخدم هودي الناس. في ثاني يوم او ثالث يوم اجت سيده من بيت العتانه هي حفيده صاحب المبنى الاساسي تملك حسب قولها 33% من اسهم المبنى. رحبت بالنازحين ودعت لهم الله ييسركم امركم وان شاء الله ترجعوا على على على, على بيوتكم وطمنت هي على المحتويات الموجوده. طمنوها النازحين انه هن موجودين ما تعتى لهم. بلشنا نحن كونه اخذنا تطمينات مفهوم. هذا حكي عنه استاذ دانيال بس لانه لضيق الوقت، هذا الشيء حكي عنه هادي وقال انه انتم جهزتوا المبنى بالادوات الصحيه، بس انا يعني سؤالي حاليا هن ملاك المبنى رجعوا غيروا رايهم بهالمعنى غيروا رايهم. جاوبنا معهم على اساس انه في مبنى مثل ما سمعنا بكل الدوائر الحكوميه انه شرط انتقال نازح من مبنى خاص او مبنى عام انه يكون هذا المبنى مجهز لاستقبال النازحين. انا بعثت لكم فيديوهات بتمنى بس يصح لكم فرصه تعرضوهم. المبنى غير صالح كليا من جميع النواحي، مي ما في بقلبه، كهرباء ما في بقلبه، منه اصلا غرف هو عباره عن قاعتين كبار وغرف لا تتعدى. هذا المبنى البديل اللي عم تحكي عنه اللي بدهم ينقلوكم عليه. صح 100%. طب بس هو مجهز، هو منه مجهز ابدا. ايه بس يتأمن مبنى يقدروا هيدا النازحين ينقلوا عليه ويكونوا نفس اللي يعني ما مطالبين هن 5 ستار. ينقلوا اقل شيء ينقلوا يقعدوا بكرامتهم لا اكثر ولا اقل. نحن علينا نأمن لهم كل حاجياتهم من اكلهم من شربهم من فرشات من حرمات كله موجود. طيب اوكي طالما هيك يعني ما بعرف هلا بدنا نشوف كيف يمكن بخليه الطوارئ بس عفوا رياض هن ب 48 ساعه اللي عملوكم اياها شو انه تفلوا ولا عم يعملوا لكم بديل؟ على اساس نشوف المبنى اللي هو على اساس مجهز وطلع منه مجهز. اجوا اليوم وحكيتنا حكينا مع الجهات الامنيه اليوم انه هذا المبنى منه مجهز.
مش وحكيت مع ما بدي اذكر اسماء حكيت مع القيمين على المبنى قالوا لي بنه مجهز. وضحت فكره سيد دانيال. على كل يعني شكرا لك. هو مفروض يعني بركي بخليه الطوارئ او بخلافه هو هذا مشكله تقصير الدوله اعتبر اني عم بقولوا انه هن اشتغلوا على هذا الشيء اشتغلوا على تجهيز هذا المبنى. هلا طبعا الروايات هون كل واحد عنده روايه يعني في ناس بيقولوا دخلوا عنوه في ناس بيقولوا هن بيقولوا انه في حدا قالوا فتنا عنوه بالاول بس بعدين رحبوا فينا هن فاتوا عنوه. لا مش طيب. على كل ما بعرف يعني نتامل انه ينحل هذا الموضوع. بعتقد يجب ان ننتقل مجددا الى الزميله ريف عقيل والمصور سمير العقدي ابو شاكر من احد المناطق المطله على الضاحيه الجنوبيه. تفضلي ريف. نعم رياض مساء الخير مجددا. فعلا هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها الطائرات المعادية منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا منطقة حارة حريك. حتى هذه اللحظة ثلاث غارات شنها الطيران المعادي على منطقة حارة حريك. نرى الدخان يتصاعد من المبنى المستهدف وبطبيعة الحال رياض نحن نتابع منذ ساعات هذا المساء كل التحذيرات أو التهديدات الإسرائيلية التي يقوم بها أو التي ينشرها العدو الإسرائيلي باستهداف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية. طبعا هذه المناطق هنا داخل الضاحية رياض يمكن التأكيد بأنها باتت شبه خالية من السكان وبالتالي هذا الاستهداف يأتي على مباني سكنية بغية تدميرها بالكامل وهذا جزء لا يتجزأ من السياسة التدميرية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي سواء كان في الجنوب أو في البقاع وهنا في الضاحية الجنوبية. اللافت هذه الليلة هو ما يرد في هذه الأثناء من معلومات ومعطيات عن استهداف في منطقة الجنيح أو في محيط منطقة الجنيح بين الوزاع ومنطقة الجنيح. حتى هذه اللحظة لا تأكيدات حول طبيعة ما حصل هناك ولكن هناك بعض المعلومات التي تشير بأن هذه الغارة في هذه المنطقة كانت غارة صغيرة جدا وبالتالي هناك عدد من الجرحى نتيجة هذه الغارة ولكن بطبيعة الحال لا يمكن تأكيد هذا الأمر حتى هذه اللحظة. هي ليست من الغارات العنيفة ولكن هناك إصابات جراء هذه الغارة وهناك بعض الصور التي بدأت ترد من هذه المنطقة تحديدا. بعد قليل ستوافينا الزميلة زهراء فردون بتفاصيل أكثر عن طبيعة ما يحصل هناك ولكن هنا من على مشارف الضاحية الجنوبية يمكن التأكيد بأن الغارات التي سمعناها حتى هذه اللحظة كلها كانت في منطقة حارة حريك علما بأن العدو الإسرائيلي كان قد أطلق سلسلة تهديدات طالت مناطق الليلكي وحارة حريك والحدث وبرج البراجني وبطبيعة الحال منطقة الأوزاعي التي يتم استهدافها للمرة الأولى في عدوان أيلول علما بأن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لعدة غارات. نتحدث عن أكثر من 20 غارة شنها العدو الإسرائيلي في حرب تموز من العام 2006 فيما هذه المرة أنها المرة الأولى التي يتم استهداف في هذه الحرب أو في هذا العدوان. واضح رياض بأن هذه الليلة ستكون كسابقاتها من أولى أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان. واضح بأن العدو الإسرائيلي مصر وفي كل ليلة أن يقلق ويرعب اللبنانيين وواضح بأن العدو الإسرائيلي يتعمد مجددا أن يتسبب بحالات نزوح كبيرة تماما كما حصل نهار البارحة مع التهديدات التي أطلقها لاستهداف مراكز القرض الحسن على مختلف الأراضي اللبنانية وهذا الأمر يتجدد هذه الليلة مع استهداف منطقة الوزاعة ومحيطها وهي مجددا مناطق مأهولة بالسكان لم يغادرها أهلها منذ بداية العدوان الإسرائيلي وبالتالي هناك حال من الهلع وهناك حال من الخوف في الطرقات خاصة بأن العدو رياض لا يمهل اللبنانيين أو لا يمهل ساكني هذه المناطق أكثر من 10 دقائق لمغادرتها قبل الإغارة عليها. طبعا رياض سنكون في متابعة مستمرة خلال هذه الليلة لكل الغارات الإسرائيلية وما إذا كان العدو الإسرائيلي سيستكمل اعتداءاته على الضاحية وباقي المناطق اللبنانية. رياض. الزميلة ريف عقيل من أحد المناطق المطلة على الضاحية الجنوبية شكرا لك. مفروض تكون بعدين معنا أيضا الزميلة زهراء فردوم أو مع جوزيفين لأنه مثل ما واضح هذه في إصابات بالاعتداء على الأوزاعي في إصابات جرحى وشهداء بحسب ما الصور الأولية اللي عم توصل. يعني عقد ما بنقدر بعرف هلا الموضوع هامشي صار مقارنة بحجم الاعتداء اليوم. يعني نحن عم نحاول بركي ان مثل ما قلنا بالايام نتبع البلديات صح. لنشوف خصوصي هلا يعني اليوم وضع بعلبك الهرمل صعب جدا بس سمعنا مؤخرا بانه وصل
بلش يوصل مساعدات، الشحنات وصلوا اللي انضرب وقتها، وصلنا حتى الشحن اللي انضربت عم بيقولوا بقيت المواد، بقيت المواد مثل ما هي. هلا كرمال هيك مين معنا اول شيء جاهز، رئيس بلديه بعلبك او رئيس اتحاد بلديات درح؟ اوكي حاليا اذا عم نشوف بمحيط مستشفى اذا عم نشوف لمشاهد لمحيط مستشفى رفيق الحريري اذا مش غلطان، يعني احنا عم نحكي تقريبا هذه هون صوب الجناح، الجناح شو بسموه السلطان ابراهيم، نزلت السلطان ابراهيم، نزلت السلطان ابراهيم قريب من مستشفى الحريري، هو لانه طلع خبر عن مستشفى الحريري هاي الصور، هو هذا اللي حكيت عنه زميلي ريف بانه بالتزامن مع القصف اللي صار على الاوزاعي صار في قصف هونيكي. اذا عمليا عم نحكي هم هاي المنطقه تقريبا حد السلطان ابراهيم. اوكي اذا زميلي زهراء فردون راح تكون معنا مباشره من الموقع بعد لحظات. طيب زهراء صارت معنا، تفضلي زهراء. نعم جوزيف، رفيق الحريري العشرة دقائق أو لربما أكثر كان في هنالك غارة في محيط ومدخل مستشفى رفيق الحريري، هذه الغارة لم تكن تحذيرية، استطعنا يعني أن نتواصل مع العديد من المواطنين المتواجدين هنا في المستشفى، قالوا لنا أنهم سمعوا صوت هدير الصاروخ وكان هنالك صوت كبير جدا، وهذه الغارة وقعت تحديدا في محيط مستشفى رفيق الحريري. أتحدث عن إحدى الزواريب، يعني إحدى الطرق الفرعية تحديدا في محيط مستشفى الحريري، هنالك يعني لا أبالغ إن قلت أكثر من 25 سيارة إسعاف بين سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني يحيطون المستشفى، هنالك نستطيع أن نؤكد حتى هذه اللحظة أنه في عدد، يعني لا أستطيع أن أؤكد الحصيلة، ولكن في عدد من الجرحى، عدد كبير من هؤلاء الجرحى، نسمع صوت سيارات الإسعاف في كل مكان هنا في محيط منطقة الجناح حيث تقع مستشفى رفيق الحريري. في هذه اللحظات كما نرى بعدسة الزميل هادي درويش هنالك بعض سيارات جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، حالة من القلق الكبير لدى الكبير، بدك يا بسير، يعني هنالك حالة من القلق الكبير لدى المواطنين. أن نبتعد قليلا عن المكان، طبعا يعني كان في سلسلة من التحذيرات والإنذارات من قبل جيش العدو الإسرائيلي، لا أعلم هل لازلت على الهواء؟ نعم نعم زهراء أنت لازلت على الهواء. يعني كنت سنحاول أن نخرج قليلا من داخل المستشفى إلى محيط المستشفى أنا وزميلي هادي درويش، يعني بطلب من عدد من الأهالي من إخوان الكاميرا في الداخل أنه هناك حالة من القلق الكبير والخوف الكبير، والظاهر هذه المنطقة لأول مرة تستهدف. كل وجهين تعالوا إلى عدنان لأول مرة تستهدف، يعني نتفهم خوف الناس هنا وقلق الناس. نعم أخذنا بدك يا بدك يا بدك يا بدك يا
مطفي الكاميرا هو. إذا يعني حال من زهراء، إذا كان في مكانك أو مكان وجودك بشكل أي خطر عليك يا ريت بليز بس تتراجع من مطرح ما أنت موجودة. واضح أنه بالمكان اللي أنت متواجدة فيه الجو متوتر نسبيا وهذا مفهوم. سيارات الدفاع المدني التي تدور في كل مكان. زهراء بعد معي على الهواء؟ نعم رياض، هل تسمعني؟ أوكي. طيب يعني الأفضل بأنه بركي زهراء تراجع شوي لورا مطرح ما هي موجودة. بنرجع لعند، نرجع مجددا للزميلة ريف عقيل من أحد المناطق المطلة على الضاحية الجنوبية، يبدو في غارة جديدة. تفضل ريف. نعم رياض، مجددا تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية قبل دقائق قليلة، وبينما كانت الزميلة زهراء فردون تواكب الغارة في منطقة الجناح شن العدو الإسرائيلي غارة جديدة، ولكن هذه المرة كانت أبعد من منطقة حارة تحريك، هي في محيط منطقة الحدث تماما. هذه المنطقة التي كانت من ضمن التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلي في مساء هذا اليوم. طبعا نحن رأينا وميض هذه الغارة، ولكن لم نرى أي سحب دخانية ترتفع من المكان. بالتالي في كل مرة يتعمد العدو الإسرائيلي الإغارة على هذه المناطق يقوم ببعض الضربات أو بعض الصواريخ التي يسمع صوتها بشكل واضح جدا، ولكن لا نرى الدخان يتصاعد من الأماكن أو المباني المستهدفة. نقطة أود الإشارة إليها رياض، بأنه هنا من على مشارف الضاحية الجنوبية تسمع أصوات كثيرة لسيارات الإسعاف تتحرك في محيط المنطقة وفي محيط الضاحية الجنوبية. بطبيعة الحال إلى أن تنضم إلينا مجددا الزميلة زهراء فردون، يمكن التأكيد بأنه عبر الصور الواردة عبر المجموعات الإعلامية بأن الغارة في منطقة يعني الوزاعي الجناح، لا يمكن تحديد حتى هذه اللحظة المكان الدقيق، ربما الزميلة زهراء ستوافينا بتفاصيل أكثر حول هذا الأمر، ولكن هناك إصابات كبيرة جدا وهناك صور ترد عن شهداء جراء هذه الغارات العنيفة. واضح بأن هذه الليلة لن تكون ليلة هادئة على اللبنانيين، واضح بأنه يوما بعد يوم رقعة الاعتداءات ورقعة الغارات الإسرائيلية تتجدد والمناطق الجغرافية تتوسع على الضاحية الجنوبية وأبعد من الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. إذن مجموعة من المناطق هددها العدو الإسرائيلي الليلة، كالوزاعي، ثلاثة مباني في حارة تحريك، الحدث وبرج البراجني، كل هذه المناطق هي هذه الليلة تحت مرمى نيران العدو الإسرائيلي. هذا العدو الذي لا يوفر فرصة لقتل اللبنانيين بالفعل بفعل هذه الغارات العنيفة والمجازر التي يشنها. طبعا هناك بعض الأخبار التي ترد بأن هناك مراكز حزبية في منطقة الجناح الوزاعي تم نفي هذا الأمر. هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن عملية اغتيال، لا دقة لهذه المعلومات حتى هذه اللحظة، ولكن الأكيد أنه من بين الإصابات عدد كبير من المدنيين والأبرياء، خاصة بأن هذه الغارة كانت في محيط مستشفى، العديد من العائلات تنتظر مرضاها، وإلى جانب هذا المستشفى هناك حديقة عامة، في هذه الحديقة أيضا أعداد كبيرة من النازحين، وبالتالي هي منطقة مأهولة سكانيا. وكما أشرت في عدة رسائل سابقة فإن هذه المناطق لم يتركها أصحابها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبالتالي هم لا يزالون في هذه المنطقة. مجددا هناك عشرات الإصابات بين شهداء وجرحى، يتم نقلهم الآن من مكان الغارة من منطقة الجناح، وسيارات الإسعاف تتحرك بكثافة إلى المكان، ونحن نسمع بشكل واضح جدا صوت سيارات الإسعاف. بطبيعة الحال رياض، مع كل هذه الغارات الإسرائيلية، مع هذه الاستهدافات التي تمتد على كل الأراضي اللبنانية، مع هذه الغارات التي تطال الضاحية الجنوبية، هناك مخاطر
كبيرة باتت ليلية من التنقل على الطرقات اللبنانية، حتى التغطية من مواقع الاستهداف باتت تحمل مخاطر كبيرة جدا، وبالتالي يعني يحتاج الأمر إلى قليل من الوقت لتتبين الرواية الحقيقية لما يحدث تحديدا في هذه المناطق أو ما الذي جرى استهدافه تحديدا، علما بأن العدو الإسرائيلي لا يبحث فعليا عن أهداف جدية، وإنما فقط يزعم بمزاعم ترتبط بحزب الله وبالمقاومة الإسلامية ليقوم باستهداف المواطنين الأبرياء والمدنيين العزل، سواء كان في منازلهم أو في المستشفيات أو من خلال استهداف الجيش اللبناني أو فرق الإسعاف أو حتى الدفاع المدني وكل المواطنين الأبرياء على مختلف الأراضي اللبنانية، وحتى أنه وصل اليوم إلى محيط المستشفيات وتناول هذا الأمر تماما كما تعمد هذا الأمر في مدينة غزة طوال العدوان الإسرائيلي منذ 7 من تشرين الأول، وهو يستكمله اليوم في سلسلة الاعتداءات في محيط مستشفى في العاصمة أو على مشارف العاصمة بيروت، إضافة إلى إضافة مباني سكنية مأهولة في منطقة الأوزاعي. في هذه اللحظات هناك الكثير من الترقب للساعات المقبلة، لا نعلم إذا كانت هذه الغارات الإسرائيلية لا تزال حتى هذه اللحظة أو ستستمر في الساعات المقبلة، ولكن واضح المعلومات التي ترد بأن الغارة في منطقة الجناح هي تحديدا في محيط الحي الشعبي خلف بنايات أو مساكن ضباط الجيش اللبناني. غارة جديدة رأينا وميض هذه الغارة، غارة عنيفة بالفعل. سوف نحاول أن نتبين رياض أين نرى الدخان يتصاعد بعدسة الزميل سمير العقدي. نحن نتحدث عن محيط منطقة الحدث السانتيراز، نرى بالصورة مباشرة سحب الدخان تتصاعد من المبنى الذي تم استهدافه. هذه الصورة مباشرة الآن على الهواء. هذا المبنى أيضا كان قد حدده العدو الإسرائيلي من ضمن سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها مساء اليوم. هي الغارة ربما تكون الأعنف من بين كل الغارات التي شنها منذ بداية هذا المساء، وأعتقد رياض بأننا سمعنا هذا الصوت بشكل واضح جدا. عنف هذه الغارة يمكن رؤيته من خلال سحب الدخان ومن خلال النيران التي تشتعل في هذه اللحظات من المبنى الذي تم استهدافه قبل قليل. إذن سلسلة غارات يشنها العدو الإسرائيلي منذ قرابة الساعة من الآن هي طالت مناطق عدة في منطقة حارة حريك، في منطقة الجناح، وعلى أطراف منطقة الحدث سانتيراز. نتابع بالصورة النيران تشتعل من المكان الذي تم استهدافه. واضح رياض من خلال المشاهد التي نعينها في كل صباح بأن هذه الغارات هي غارات تدميرية كبيرة جدا. واضح بأنه بفعل هذه الغارات من هذا النوع الذي سمعناها الآن تكون تدميرية وتأتي على مبانٍ بأكملها تسويها بالأرض. ليلة البارحة كنا قد شاهدنا مباشرة الغارات الإسرائيلية على مراكز القرد الحسن في الضاحية الجنوبية، واليوم عينا حجم الدمار. جوزيفين، يعني هذا هو المشهد، طبعا سنبقى معك بالصورة جوزيفين وسنعود إليك إذا ما تجددت هذه الغارات. جوزيفين. نعم نعم ريف، بطبيعة الحال نحن عم نتابعك، يعني نحن والزملاء وضيفي القاضي زياد شبيب عم نتابع كل ما يحصل في الميدان. عم بتقولي يعني الغارات يلي على محيط هلأ الحدث تنتريز بالضاحية، أيضا بالجناح، لمزيد بدنا نعرف بعد شوي مزيد من التفاصيل حول موضوع الجناح، الغارة على الجناح، وأيضا الأوزاعي والأهالي المنطقة يلي عم بفلوا بسبب هذه الغارات. نحن نتمنى السلامة للجميع بطبيعة الحال. نشاهد بالصور مباشرة عبر قناة الجديد مثل كل ليلة المشاهد الليلية للأسف يلي ما بعرف إذا اعتدنا عليها يا أستاذ زياد ولا لا، أنا مش عارفة إذا اعتدنا على هذه الغارات الليلية يلي عم تستهدف الضاحية الجنوبية بشكل مركز كل يوم في أهداف مركزة. كل لبنان مبدئيا. كل لبنان طبعا. بس الخوف الحقيقي مثل ما عم تتفضلي إنه نحن على مدة سنة وأكثر من سنة
شفنا يلي كان عم بيصير بغزة يلي شكل نوع من نمط أو مجموعة أنماط بالعمل العدواني الوحشي اللي بتمارسه دولة الاحتلال، وبنحيث المسار السياسي الموازي أو الدبلوماسي الموازي الذي يسعى شكلا لإقرار وقف نار ويفشل بشكل دائري ومتكرر على مدة سنة شفناه بغزة، وبالتوازي كان عم يستمر التدمير والتدمير. إن شاء الله نحن ما نشوف السيناريو نفسه والمدة الزمنية نفسها، ولكن بحسب ما لحد اليوم شفنا الأداء بشكل عام، يعني القيمين على القرار من الجانب اللبناني مش من اليوم، من شهور وبالفترة الأخيرة، الأسابيع الأخيرة ولحد اليوم، بعتقد أنه يمكن عم بيعيشوا نوع من طرف الوقت، ولكن كل يوم يتأخر فيه وقف النار عم بيخسر لبنان العشرات أو المئات من أبنائه، والدمار اللي عم يكون متزايد ومتكرر، لأنه في تشابه بالمشهد ولكن في بنفس الوقت فارق أساسي بين الجبهة مع لبنان وجبهة غزة، وهو أنه يحظى اليوم نتنياهو بدعم دولي شبه كامل انه يقوم بكل اعماله الاجراميه اللي عم يقوم فيها بلبنان. نحن ما عندنا طرف الوقت يلي يبدو انه هناك من يعني عم بيعيشوا اليوم بلبنان. بتعرف بدي اقول لك يعني في تخوف كبير من تكرار هذا السيناريو، ودائما نحن بنسال فعلا نحن امام تكرار سيناريو غزه او لا، وسط كل هذه المساعي والوفود الدبلوماسيه اللي عم بتصير، والى اي مدى لبنان يمكن ان يكون غزه اخرى. استاذ زياد، بس بدي اقول حاليا ومن دون ما اكد يعني هذا الخبر، انه الموضوع بالجناح يبدو انه كبير، ولكن بانتظار طبعا زملائنا يلي هن على الأرض، وطبعا بكثير من الحذر والحيطة لازم يكونوا على الأرض ليعرفوا تفاصيل ما يحصل حاليا في هذه المنطقة، أكان بالجناح أو بالأوزاعي. بدنا نشوف التفاصيل شو عم بيصير بالجناح تحديدا، لأنه هذه المنطقة نوعيا هي خارج الطبيعية، بالجغرافيا هي خارج منطقة الضاحية الجنوبية، وما يحصل هناك يستدعي التساؤل حول شو هو طبيعة الهدف، إذا كانت غارة أم إذا كانت اغتيال، ولكن نحن ننتظر ونترقب الجديد هناك. كنت عم بحكي أنا وياك بانتظار زملائنا ليقولوا لنا أي شيء جديد، ريف وزهراء، ونتمنى السلامة للكل، حتى طبعاً زميلنا يعني قاسم البسام موجود كان بالمنطقة والجميع بخير بالجناح. ونتمنى يعني السلامة لكل الناس. بدي كفي معك انطلاقا يعني معلي من الارض، هلا شوي بدنا نبعد عن مساله 1701، حكينا فيها الى حد ما، بس بهمني اقول اذا بقي معنا وقت عن 1701 انه كل شيء من ضمنه لل 1701 ولا حاجه الى تعديله في حال اردنا ان نطبقه مثل ما لازم. هيك خلصنا، هلا اذا شوي ارتاحت الارض بنرجع على هذا الموضوع. بناء على ما عم نشوفه من غارات، عم بتقول انه نفس السيناريو يتكرر اللي شفناه بغزة، نمط. طب بس مع برأيك لبنان يمكن أن يكون غزة أخرى، مع فوارق أنه لبنان بلد سيادي عنده حدود، بينما غزة هي قطاع، الميدان يختلف ولكن المجرم واحد. أوكي. ومشان هيك عم يعمل اللي عم يعمله، وعم يستعمل نفس الأنماط اللي استعملها وعم تتكرر، وفي ناس عم تتفاجأ فيها للأسف. يعني حتى مبدأ الاعتداء على لبنان بالحجم اللي شفناه بالأسابيع الأربعة الأخيرة، اللي كان بنظر كتير من الناس عم بيقولوا أنه لا، هذا أمر مستبعد، شفنا أنه رجع صار، ونمط النمط المستعمل، يعني هلأ الليلة هددوا مستشفى ومارسوا الرسائل السياسية من خلال الاعتداءات او الغارات اللي صارت، من النبطيه لليوم مناطق ثانيه، او لتهديد مستشفى الساحل بحد ذاته. هيدي رسائل سياسيه قد يكون معني فيها ايضا الرئيس نبيه بري، يلي بالفعل بغض النظر عن السنتين اللي مروا
اللي لهم علاقة بالفراغ الرئاسي وعدم تفعيل الدستور وعدم تفعيل دور مجلس النواب، وفينا نفوت بهالموضوع إذا بتحب إذا بيتسع الوقت، ولكن بغض النظر عن كل شيء اليوم وضعه لدولة رئيس مجلس النواب فعلا لا يحسد عليه بين ال مش بس عم بحكي عن التهديد الامريكي للعقوبات، التهديدات الاسرائيليه وعدد من الاعتداءات هي كانت بمثابه رسائل ميدانيه بالدم موجهه للرئيس نبيه بري. كيف يعني؟ يعني بس خليني اقول غارة النبطية اللي قتلت البلدية كاملة، هيدي بتصور انه المقصود فيها هو. واليوم مستشفى الساحل كمان التهديد او الحديث عنه، مستشفى الساحل وما يحويه يعني ما حدا بيعرف يعني اكيد نحن ننفي ونستنكر الحديث المجرد الاطلاق هيك شائع عن مستشفى انه تراه يعني يستهدف الرئيس بري. بدي انتقل مباشره لزميلتنا ريف عقيل يلي عم تقول انه في غاره ايضا هلا، بس بدي اقول سريعا لا صحه للانباء عن استهداف مكتب لحركه امل في الجناح او اي من كوادرها، وهذا بيان اصدرته حركه امل. ريف تفضلي. قطع الخط يبدو معروف، ولكن ريف كمان هلا عم بتقلنا انه في غاره سابعه هلا ببرج البراجنه. ريف نحن معك على الخط ونحن معك بالصوره، عم نشاهد الصور حاليا مجددا. وتفضلي اذا نتابع الغارات الاسرائيليه على الضاحيه الجنوبيه. اتحدث عن غاره سابعه شنها الطيران المعادي قبل قليل على الضاحيه الجنوبيه، تحديدا على منطقه برج البراجنه. هذه المنطقه او حيث نرى الدخان يتصاعد في هذه الاثناء، هذه المنطقه تم استهدافها او تم استهداف محيطه ليل البارحه من ضمن سلسله الغارات التي شنها العدو الاسرائيلي مستهدفا فيها مراكز القرد الحسن في الضاحيه الجنوبيه. اذا هذه الغاره نرى فيها الدخان يتصاعد الان من هذه المنطقه، وهي بالعدد الغارة السابعة على الضاحية الجنوبية لهذا المساء. أيضا هذه المنطقة كانت من ضمن سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها العدو الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لازلنا نتابع طبعا التهديدات الإسرائيلية، ولازلنا نتابع الغارات العنيفة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. معك يعني هذه الغارات العديدة والمتتالية، الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومناطق محيط الضاحية الجنوبية، وأيضا كمان عم نتابع الغارة الحاصلة على منطقة برج البراجنة وأيضا على الجناح بانتظار معرفة ما إذا كانت هي غارة تستهدف أي مبنى أو هي عملية اغتيال. كنت عم تقلي استاذ زياد انه الرئيس بري لا يحسد على موقعه، وقلت انه في رسالتين تلقاها بري بالنار وبالدم اكثر من رساله اللي بنشوفه. ايه بس هلا مؤخرا يعني مساله قصف البلديه في النبطيه، وايضا اليوم مستشفى الساحل وغيرها، حتى عم نسمع اشاعات يمكن بعض الاستهدافات. هلا يبدو انه ما في شيء. نعم. هلا ان شاء الله نتمنى السلامة للجميع. يبدو انه لا بطلع بين من حركة امل انه مش المبنى المستهدف ولا اي حدا قيادة من حركة امل. لنشوف اذا اغتيال. شو تعليقك على ما قاله داريل عيسى العضو في الكونغرس الامريكي وما اجاب به يعني استاذ علي حمدين، قبل ما اروح كمان عند صديقك جورج مالبرونو مباشرة من باريس؟ انا بوافق مع الاستاذ علي حمدين على ما قاله بانه نحن ما لازم نتلقى أو نرفض كدولة لبنانية، لازم نرفض أي دروس بالديمقراطية من دولة خارجية بما فيها الولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر يجب أن ينطبق على كل الدول من دون استثناء،
وعلى رأسهم إيران بطبيعة الحال. نعم. يعني هذا الرفض لازم نمارسه تجاه الجميع، جميع الدول. ولكن بالمقابل كمان بعتقد بما يخص انتخاب رئيس الجمهورية أو عدم انتخابه لمدة سنتين ويعني الأمد الطويل لهذا الفراغ اللي طال جميع المؤسسات الدستورية وضرب الدستور، هذا الأمر نحن من تسببنا به لأنفسنا، وبالتالي هذه الملامة أو التلويح بالعقوبات على شخص دولة رئيس بري، وهذا شيء طبعا كل لبناني بيرفضه من مبدأ رفض التدخل بالشؤون الداخلية وتجاه جميع الدول، ولكن نحن يلي وصلنا الأمور لحالنا لهون لأنه مجلس النواب كان يجب أن ينتخب رئيس الجمهورية خلال مهلة الدستورية، يعني قبل الفراغ. دخلنا بالفراغ واستمرينا لحد اليوم لأسباب ما لها علاقة بالدستور. نعم. وشرحنا هذا الموضوع عدة مرات. اللي قاله بالمضمون السيد دار العيسى هو صحيح تماما 100% بما يتعلق بالأكثرية المطلوبة اليوم لانتخاب رئيس، وهي 65، يعني أكثر من نصف المجلس النواب، لأن اليوم أي دورة تحصل ليست الدورة الأولى وإنما دورة ثانية وثالثة ورابعة. هلأ بنرجع نحكي فيها. صديقك جورج مالبرونو الصحافي والخبير في الشؤون الشرق أوسطية سينضم لنا مباشرة من باريس. مساء الخير أستاذ جورج. أستاذ مالبرونو مساء الخير. بونسوار. هذا صوت المترجم. بونسوار مسيو مالبرونو. أوكي أستاذ مالبرونو، نحن اليوم على بعد يعني ساعات من قمة باريس، هيك سريعا ماذا ستضيف هذه القمة على لبنان، وكيف سيكون تداعياتها على عمليا على الأزمة اللبنانية وعلى إمكانية وقف إطلاق نار في لبنان؟ سيكون الوقع محدودا، هذا ما أخشاه. فيما يتعلق بوقت إطلاق النار، أنت تعلمين أن الرئيس ماكرون يريد أن تتوقف المعارك، ولكن فرنسا ليست بمفردها وأنت تعلمين ذلك. الولايات المتحدة على موجة أخرى، فأمريكا تعتبر أن قرار 1701 ليس كافيا، وهم يعطون الإشارات لإسرائيل كي تستمر بالضرب، لكن نحن نحاول حشد المجتمع الدولي فيما يتعلق بلبنان، بالمسألة الإنسانية، وأيضا مسألة دعم الجيش اللبناني مع إعادة التزام محتمل للخليج في سبيل الجيش اللبناني وفي سبيل لبنان ككل. هذه هي رسالة الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي خلال القمة في بروكسل ما بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. الرئيس ماكرون يحاول إقناع الملك محمد بن سلمان بدعم لبنان أكثر كي يتم مساعدة الجيش اللبناني والمجتمعات اللبنانية، إعادة إطلاق الدور المتعلق بالجيش اللبناني على صعيد تطبيق القرار 1701. نعم. ولكن القمة لن تغير أمورا كثيرة، ولكن ما يثير اهتمامي هو أن بغض النظر عن القمة، فرنسا منذ 3 أسابيع منذ فشل نيويورك أعيد إطلاق السياسات الفرنسية في لبنان، زخم السياسات. موقف فرنسا قد أصبح أوضح إلى جانب لبنان وضد تدابير نتنياهو في إسرائيل. يريد ماكرون أن يكف عن دعم إسرائيل وتزويدها بالسلاح. فالقمة
مهمة تتماشى مع إرادة فرنسا فيما يتعلق بلبنان، هذه الدولة التي لها مودة خاصة. نعم أستاذ مالبرونو، لقد قلت شيئا مهما جدا، قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن القرار 1701 ليس كافيا، كيف ذلك وما هي المطالب التي تريد أن تضيف على القرار 1701، وهل فرنسا توافق على هذه الإضافات على اعتبار بأن موافقة فرنسا هي موافقة ستكون أساسية جدا لأنها تملك حق الفيتو في مجلس الأمن إلى جانب روسيا والصين؟ أظن أن فرنسا تعتبر أن القرار 1701 هو ركيزة الحل لهذه الأزمة، ولكن يجب دعم القرار 1701. إذا تتذكرين فهذا هو موقف فرنسا ما بعد حرب 2006، وبالتالي الموقف الفرنسي لا يتطابق مع الموقف الأمريكي، وموقفها هو باتجاه دعم القرار 1701 كي تمكين الجيش اللبناني من أجل أن يحل محل حزب الله، كي لا تستمر هذه الأزمة أو كي لا نحلها بشكل مؤقت وأن تتكرر مجددا بعد بضعة سنين. يجب أن نقوم ببعض التعديلات. الأمريكيون موقفهم إلى جانب إسرائيل طبعا، أما فرنسا فهي تعتبر أنه يجب التوصل أولا إلى وقف إطلاق نار، ومن بعدها التناقش بموضوع القرار 1701 ودعمه. نعم، ولكن ما هي المطالب الأمريكية التي تريدها إضافة، التي تريد إضافتها على 1701؟ ما هي؟ لا أعلم، أنا أعرف مثلك أو مثلك أن أموس هوكستين قد تشارك الموقف الإسرائيلي والتي تكلمت عليه. أعتبر أن الولايات المتحدة في موقف ليس بعيدا عن موقف إسرائيل. هناك فرصة لتغيير الأمور في لبنان، لتغيير الواقع في لبنان، لإضعاف حزب الله كي لا يكون تهديدا لإسرائيل بعد الآن. أما موقف فرنسا فهي إلى جانب القرار 1701 تطبيقه، يجب أن يحل الجيش اللبناني مكان حزب الله، ولكن موقفها واقعي أيضا، ويكمن في القول أنه من الوهم أن نعتقد أنه يمكن إلغاء حزب الله. أضعف ولكن لن يزول. ولكن ما زال أقوى ممكن من الأحزاب الأخرى في لبنان، وهذا هو السبب الذي سمح لفرنسا أن تخاف، أو الذي دفع فرنسا باتجاه المخاوف إزاء استمرار هذه الأزمة. نحن نشعر أن في هذه الدولتين هناك خوف فيما يتعلق باحتمال حدوث حرب أهلية جديدة بلبنان. تتخوفون أن يكون هناك حرب أهلية جديدة في لبنان؟ أو على الأقل نزاع له طابع طائفي. نعم. طيب أستاذ مالبرونو، كنت تتحدث عن القرار 1701 وموقف فرنسا منه. اليوم في حال ذهبت الأمور إلى إقرار قرار جديد في مجلس الأمن أو العمل على قرار جديد بناء على 1701، هل سترفع فرنسا برأيك الفيتو عليه على إقراره؟ de cette nouvelle résolution potentielle.
سيعول ذلك على مضمون القرار الجديد. نحن لا نعلم شيء حاليا. إنه من المبكر أن نستجيب إلى هذا السؤال أو نجيب عن هذا السؤال عفوا. نعم، ولكن نعم أنا أتحدث بناء على الكلام الصادر عن إسرائيل والمطالب التي تطالب بها إسرائيل. ولكن اليوم معي في الاستوديو صديقك زياد شبيب، القاضي زياد شبيب، وأنا أعلم هلأ قال لي أنكم على معرفة. ما بعرف إذا كنت تريد أن تتوجه إليه بأي سؤال. سيتوجه لك القاضي زياد شبيب بسؤال أستاذ مالبرونو. مساء الخير. قرأت لكم اليوم على منصة إكس تغريدة حول الاتفاق الذي أجراه الرئيس ماكرون في العام في صيف العام 2020 مع حزب الله حول محطة الحاويات في مرفأ بيروت، يعني على أثر أو غدات الانفجار المروع الذي ضرب العاصمة. حصل اتفاق بين الرئيس ماكرون وحزب الله على إعطاء هذا العقد لتشغيل محطة الحاويات لشركة CMA CGM الشهيرة، وكان ذلك مقابل سكوت الرئيس ماكرون لدى زيارته إلى لبنان عن إثارة موضوع سلاح حزب الله. وكنتم قد ذكرتم هذا الأمر في كتابكم مع الأستاذ شينو أيضا في العام 2021، وأنا قرأته وتكلمت عنه وكتبت عنه. لماذا اليوم بالذات إعادة كتابة هذا الموضوع أو الإشارة إليه عشية المؤتمر الذي دعا إليه ونظمه الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان؟ وهل المقصود منه بأن الرئيس ماكرون أصلا هو يأخذ طرفا مسبقا في هذا الموضوع من الأزمة الحالية؟ سنجيب على هذا السؤال أستاذ مالبرونو، خليك معنا. ولكن مباشرة سأنضم إلى زميلتي ريف عائل من الميدان، حيث هناك غارة إسرائيلية جديدة. ريف تفضلي. نعم جوزيفين، مجددا تستمر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. هذا المشهد أو هذه التحديثات باتت شبه يومية أو ربما على مدار الساعة طوال ساعات هذا النهار. واضح بأن هذه الليلة العدو الإسرائيلي يرغب في إرهاب اللبنانيين. واضح بأن هذه الليلة ستشهد على غارات عنيفة. قبل ثوان قليلة شن العدو الإسرائيلي غارة جديدة على منطقة حارة تحريك، هذه المنطقة التي يتم استهدافها ربما للمرة الثالثة هذه الليلة. نحن نتحدث عن 9 غارات حتى هذه اللحظة في أقل من ساعة أو ساعة وربع، شنها الطيران المعادي على الضاحية الجنوبية وطارت مناطق مختلفة، تحديدا منطقة برج البراجنة، منطقة الحدث، ومنطقة حارة تحريك، فضلا عن الغارة العنيفة التي تستهدف للمرة الأولى منطقة الجناح في محيط مستشفى رفيق الحريري الدولي الحكومي عفوا، والتي نتابع فيها عمليات معاينة المكان ومساعدة الجرحى والشهداء نتيجة هذه الغارة العنيفة. طبعا هي الليلة الثانية جوزيفين التي نشهد فيها على هذا الكم من الغارات. الليلة الماضية كانت ليلة عنيفة أيضا، تحدثنا عن أكثر من 12 غارة شنها العدو الإسرائيلي، ولكن هذه الغارات كان قد حدد فيها ما ادعى بأنه أهداف ووصف هذه الأهداف، رأى فيها أهداف إرهابية على اعتبار بأن مؤسسات القرد الحسن وعلى بالنسبة لتوصيف العدو الإسرائيلي هي الذراع المالي لحزب الله. واقع الحال أن اليوم بأن يوما بعد يوم المساحة الجغرافية لاعتداءات الإسرائيلية تتوسع. اليوم بدأنا في منطقة الوزاعي، في كل الرسائل السابقة شددنا وأكدنا بأن هذه المنطقة مأهولة، ومنطقة الوزاعي جوزيفين هي من المناطق المكتظة سكانيا، وبالتالي نحن سنشهد على حالات نزوح كبيرة. إضافة إلى ذلك منطقة الجناح أو منطقة الوزاعي، هذه المناطق التي تم استهدافها اليوم أو استهداف محيط مستشفى بيروت الحكومي دفعت بالكثير من العائلات والكثير من الأهالي إلى مغادرة منازلهم خوفا من تجدد الغارات الإسرائيلية. واضح جوزيفين بأنه حاليا لا وجهة لأهالي بيروت للتوجه إليها، خاصة كل الأهالي الذين يسكنون في هذا الجزء من العاصمة على مسافة قريبة من الضاحية الجنوبية. الغارات الإسرائيلية واضح بأنها مستمرة، واضح بأن هذه الغارات بدأت تأخذ
منحا تصعيدي وأكثر عنفا. بداية هذه الليلة كنا نرى هذه الغارات ونسمع صوتها، ولكن الغارات الأخيرة التي شنها العدو الإسرائيلي وتحديدا في منطقة الحدث والغارة الآن في منطقة حارة حريك كانت غارات من النوع القوي جدا، أو الصواريخ التي ألقاها العدو الإسرائيلي أو الطيران المعادي كانت قوية جدا على الضاحية الجنوبية. اليوم جوزيفين يعني واضح من هذه العمليات العدائية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي هو محاولة لبرمجة أو هي عملية مبرمجة لتهجير أكبر عدد من اللبنانيين من منازلهم. طبعا جوزيفين نحن نتابع المشهد الميداني ونعود إليك فور تشدد الغارات. طبعا ريف مثل العادة شكرا لك على هذه الجهود وعلى هذه التغطية الميدانية أنت وكل الزملاء الموجودين. هلأ كمان عم بقرأ ريبيكا سمعان أيضا من البقاع عم بتخبرنا كمان أنه ممكن يكون في تصعيد وغارات هناك. أيضا جاسانت عنتر عم بتقلنا من منطقة أخرى أيضا، يعني هذه الغارات التي تطال الأراضي اللبنانية كيف للأسف. أستاذ زياد، أستاذ مالبرونو بعده معنا لحتى يجاوبك على السؤال. أستاذ زياد تفضل، كنت يمكن أنهيت السؤال؟ تفضل. نعم. مع المترجم بدنا نرجع، بدنا نعتذر من المترجم، تفضلوا. إنها صدفة نشر هذا التويت كما قاله القاضي في الكتاب الذي كتب مع كريستيان شينو في العام 2022. إنه ليس بسر. الرئيس ماكرون عندما ذهب إلى بيروت في 6 أغسطس 2020 مع رودولف سعادة أتى إلى لبنان متأملا أن ينظم عقدا لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وعقدت صفقة بين فرنسا أي السفارة الفرنسية وحزب الله تكمن في في دعوة السيد محمد رعد من حزب الله إلى طاولة الحوار في قصر الصنوبر، وبالمقابل حزب الله لن يعارض فوز فرنسا بالعقد المتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت. وكان هناك التزام فرنسي بألا يتم الحديث عن سلاح حزب الله. فنشرت هذا التويت وأعطيت بعض التفاصيل وكتبت بعض التفاصيل المتعلقة بالتواصل بين السيد سعادة وحامية والسيد حامية. نعم، الوزير حامية. هناك تواصل طبعا مع الجناح السياسي لحزب الله. ففي الإليزي نحن لا نعيد النظر في هذه الاتصالات، لا نشكك في هذه الاتصالات التي هي مفيدة لإخراج لبنان من هذا المأزق. ولذلك نشرت هذه المعلومة التي كل المهتمون كانوا يعلمون بها. نعم. نعم، قبل ما أختم معك بس سريعا، اليوم هل يمكن لفرنسا أن تلعب دور مع إيران وهي تلعب من أجل وقف إطلاق النار في لبنان؟ En tout cas, Emmanuel Macron, الرئيس ماكرون ومعاونوه هم معارضون. غارة إسرائيلية جديدة في هذه الأثناء. ريف ما بعرف إذا مبين عندك بالعتمة وبالليل وين ممكن نقول هذه الغارة، ولكن هي في محيط الضاحية أو في الضاحية. نعم. الجنوبية جوزيفين. شهدناها. نعم. على الهواء مباشرة. بدي أعتذر من مسيو مالبرونو. نعم جوزيفين. نعم صحيح جوزيفين.
نعم جوزيفين بالفعل نشاهد بالصورة إذن الآن غارة قوية مكان جداً. استهداف الطيران المعادي بهذه صحيح صحيح نتحدث عن منطقة الوزاعي نرى في هذه الأثناء النيران لا تزال تشتعل من المبنى أو المحيط الذي تم استهدافه هي أيضا من الغارات العنيفة قبل يعني سقوط هذه الصواريخ سمعنا ثلاثة أصوات قوية جدا ورأينا هذه الغارة العنيفة ضمن قائمة المناطق التي تخضع لتهديدات يومية باستهدافها من قبل العدو الإسرائيلي طبعا يعني الغارة الأولى الليلة كانت على محيط منطقة الجناح وحارة تحريك وأيضا منطقة الحدث أما هذه الغارة الآن فهي بالفعل في منطقة الأوزاعي على مقربة يعني من الرصيف أو البحري أو من جهة البحر رأينا قوة هذه الغارة جوزيفين رأينا حجم النيران التي تصاعدت ونرى حتى هذه اللحظة الدخان يرتفع إلى مستويات مرتفعة جدا جراء قوة وحدة هذه الغارة التي شنها الطيران المعادي مجددا جوزيفين كل الأهالي الذين يسكنون في هذه المنطقة كانوا وحتى ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم لا يزالون داخل منازلهم غارة جديدة جوزيفين الصورة تتكلم جوزيفين عن الغارات وعن قوة هذه الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي وبالتالي يعني لا داعي لتوصيف المشاهد ولا داعي لتوصيف قوة وحدة هذه الغارات التي تكثفها العدو الإسرائيلي بوتيرة يعني تصاعدية وبسرعة كبيرة جدا وبفارق زمني ضيق بين الغارة والثانية رأينا الوميض ورأينا كم قوة هذه الغارات وقد بدأ فعلا الدخان يتصاعد من عدة مواقع ونقاط من الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في كل ليلة نقول أن هذه الليلة كانت قاسية لتأتي الليلة بعدها لتكون أقصى وأشد وطأة على اللبنانيين وبالفعل ليلة بعد ليلة جوزيفين واضح بأن هذا الخوف بات ينتشر بين كل اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية واضح بأن هذا التصعيد الإسرائيلي ينذر بما هو قد يكون أسوأ في الأيام المقبلة طبعا جوزيفين واضح بأن هذه الليلة ستكون طويلة نحن باقون معك فقط كي تتمكني من استكمال هذه المقابلات على أمل أن تتوقف هذه الغارات العنيفة على الضاحية وعن كل لبنان جوزيفين نعم شكرا لك رفائيل نحن استاذ زياد وانا بدنا نشكرك استاذ مالبرونو على هذه المداخله وبدي اعتذر منك كثيرا لانه حجم الغارات اليوم التي تتعرض لها بيروت وباقي المناطق اللبنانيه يمنعنا من التكلم بشكل مريح استاذ مالبرونو ولكن امل ان يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله قريبا بعيدا عن هذه الغارات الاسرائيليه المتتاليه على لبنان وعلى اراضينا وعلى مناطقنا شكرا لك استاذ مالبرونو بدي اشوف بهذه الاثناء فيديو مشاهدينا هذا الفيديو خلينا نشوفه سوا لو سمحتوا لمنطقة الأوزاعي في منطقة الجناح إذا نشاهد فيديو دعونا نشاهد فيديو لمنطقة الجناح تفضلوا نعرض الفيديو لمنطقة إذن هذا الفيديو من منطقة الجناح أستاذ زياد عم نشوف الفيديو من منطقة الجناح نحن وياك والمشاهدين للأسف في
كلام عن 4 شهداء بينهم طفل و24 جريح في حصيلة أولية للقصف على محيط مستشفى الحريري. جاسانت عنتر زميلتنا أيضا هي جاهزة. جاسانت؟ نعم جوزيفين، يعني فعلا الغارات التي كانت طيلة النهار وفعلا عنف الغارات التي نشهدها الآن في الضاحية الجنوبية وفي بيروت هو فعلا منخفض وبوتيرة أقل عن الساعات الماضية، تحديدا في قرى الجنوب ولا سيما في محافظة النبطية أو حتى في قضاء صيدا وقضاء صور. ومنذ بعض من الغارات لا سيما غارة بين الأنصارية إضافة إلى غارة على تبنين وغارة على شحور بقضاء صور، إضافة إلى ذلك جوزيفين فإنه كان هناك سلسلة من الغارات طيلة النهار على هذه الأقضية، وبعض منها تحديدا بعض القرى يتم استهدافها لمرات عدة في الجنوب اللبناني ولا سيما منها بلدة أنصار بقضاء النبطية. نحن نتحدث طيلة النهار كان هناك سلسلة من الغارات على مختلف القرى الجنوبية، ولكن بالليل اختلفت وتيرة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، بينما كنا نشهد كل 5 دقائق أو ربما كل 10 دقائق في النهار غارات على مختلف الأراضي الجنوبية. عند ساعات الليل تراجعت هذه الوتيرة، ولكن فعلا العدو الإسرائيلي لا يتوانى عن استهداف القرى والبلدات الجنوبية. وفي هذه الأثناء بالتحديد وكما نستطيع أن نرى قليلا بعدسة الكاميرا فعلا لا نستطيع أن نرى بشكل واضح المشهد. أهدأ لسيما بقضاء صيدا في هذه اللحظة بالتحديد، وحتى لا نستطيع أن نسمع تحليق للطيران الحربي كما كانت الحال بالساعات الماضية، ولكن فعلا العدو الإسرائيلي يكثف كان غاراته طيلة النهار على مختلف القرى الجنوبية، وذلك بالتوازي مع كل ما يحدث على قرى الحافة الأمامية. في هذه الأثناء نسمع الطائرات الحربية تحلق على علو منخفض فوق القرى الجنوبية وتحديدا فوق الصيدا، ولكن فعلا الغارات غير ليست كثيفة كما كانت الحال في بيروت أو حتى في ساعات ما قبل الظهر. جوزيفين نحن نتحدث اليوم وكل يوم عن استهدافات تطال مختلف القرى الجنوبية وفعلا ينتج عنها أعداد كبيرة من الشهداء، نتحدث عن مجازر ينفذها العدو الإسرائيلي في قرى وبلدات جنوبية، نتحدث عن بلدات هي لا تزال مأهولة بالسكان لا سيما عندما نتحدث عن القرى في قضاء صيدا. مثلا اليوم تحدثنا عن بلدة كفر حتى كان هناك فعلا استهدافات عنيفة جدا، إضافة إلى ذلك استهدافات للهيئة الصحية، استهدافات للطواقم الطبية، إضافة إلى ذلك مثلا بالمروانية وهي قرية بقضاء صيدا وصل عدد الشهداء منذ بعض الوقت إلى 7 شهداء، وذلك جراء الغارة فضلا عن أعداد كبيرة من الجرحى. ولكن يمكننا القول أن هذه الاستهدافات ولا سيما عند ساعات الليل انخفضت وتراجعت نسبيا نسبة لما يحدث ببيروت وتحديدا الاستهدافات العنيفة، ولكن من وقت إلى آخر يشن العدو الإسرائيلي غارات عديدة ولا سيما استهدافات أيضا للقرى في أعماق الجنوب فضلا عن الاستهدافات في القرى على الحافة الأمامية. نتحدث عن قرى كما ذكرت هي تابعة لقضاء النبطية، قضاء صيدا، قضاء صور، فعلا لا يتوانى العدو الإسرائيلي عن استهداف المدنيين. وبمحصلة النهار هناك أكثر من 15 شهيد جراء هذه الغارات. نعم جوزيفين. نعم جاسانت، طبعا نحن رح نضل معك مثل العادة كل الليل، ولكن اسمحي لي بدي انتقل أنا وياك يا أستاذ زياد لزميلتنا زهراء فردون يلي هي في محيط مستشفى رفيق الحريري، حيث يعني كمان في شهداء وجرحى. زهراء وتصلنا صور تباعا وصور تدمي قلب الصراحة. نعم جوزيفين، 3 مبان نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة سويوا أرضا في الغارة التي وقعت في محيط مستشفى رفيق الحريري، تحديدا أتحدث عن إحدى الطرق الفرعية
في مقابل بشكل مواجه لمستشفى رفيق الحريري في الجناح. هنالك عدد كبير جدا من سيارات الإسعاف، كنت قد أحصيت يعني قرابة أكثر من 25 سيارة بين الصليب الأحمر وبين الدفاع المدني وبين الإسعاف الصحي وجمعية الرسالة. كما نرى بعدسة الزميل أبو عمر، هنالك حال من القلق الكبير لدى المواطنين بحسب المعلومات والمعطيات الأولية. فهذه الثلاث مبان كانت مأهولة بالسكان، ونتحدث هنا عن منطقة شعبية، منطقة يوجد فيها العدد عدد كبير من المواطنين. نتحدث عن أكثر من ثلاثة شهداء، أستطيع أن أؤكد هذا العدد حتى هذه اللحظة. هنالك حتى هذه الساعة عدد كبير من الجثامين تحت الأرض، ولكن كنت قد قلت أنه بحسب المعطيات الأولية هنالك أيضا عدد كبير من الجرحى جراء هذه الغارة القوية. نذكر أن هذه الغارة لم تكن تحذيرية، بعض المعلومات قالت أن هذه الغارة كانت تحذيرية. هذه الغارة كانت قوية جدا، مدمرة وكانت عنيفة. سمع صوت بشكل كبير لدى سكان وأهالي المنطقة، لا بل البعض هنا لدى يعني من سكان أهل هذا الحي قالوا أنه استطاعوا أن يسمعوا هدير وصوت الصاروخ بشكل واضح وكبير. إذن حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه هنالك عدد كبير من الجثامين، إن شاء الله لا يعني، والشهداء تحت الركام. ثلاثة مبان سويوا أرضا بحسب المعطيات الأولية، أنه أيضا في هنالك أحد الأطفال الذي انتشل من تحت الركام وكان لا يزال على قيد الحياة. أيضا كنا قد دخلنا إلى مستشفى رفيق الحريري، يعني هذه المستشفى بحالة تأهب كبير جدا، لا يعني لا نعرف إذا كانت تستطيع أن تستوعب كل عدد هؤلاء الجرحى. نعم، وكنت أقول إنه في عدد كبير من الجرحى. إذا في هذه الطريق الفرعية هنا بعدسة الزميل أبو عمر، حيث هنالك الكثير من سيارات الإسعاف، هناك حصل الاستهداف. نرى أيضا بعدسة الكاميرا كيف هنالك تضرر كبير لأحد المباني الملاصقة، الزجاج على الأرض، أيضا بعض الركام، الكثير من الدمار والركام، يعني حال من الفوضى. أيضا كان في هنالك دخان كبير، سحب الدخان كانت ترتفع في أعلى سماء هذه المنطقة. تحديدا أتحدث عقاريا عن نقطة الجناح، هذه النقطة التي لم يتم إنذارها من قبل جيش العدو الإسرائيلي في سلسلة إنذارات متعددة قام بها اليوم. أيضا أرى الكثير من السيارات التي تدمرت جراء هذه الغارة، هذه السيارات التي كانت في بشكل ملاصق من مبنى رفيق الحريري، يعني وهذا ما يدل على شيء، فهو على شدة دمار هذه الغارة. هنالك أيضا يعني أول المعلومات كانت أنه استهداف في مدخل ومحيط مدخل رفيق الحريري، ولكن الصحيح هو أن الاستهداف في محيط هذا المستشفى. أستطيع أن أقول أنه بكل ما للكلمة من معنى هذا الاستهداف هو في محيط المستشفى. هناك كان بعض المعلومات التي تقول عن استهداف أحد مكاتب الأحزاب، ولكن هذه المعلومات ليست صحيحة حتى هذه اللحظة، لا نستطيع أن نؤكدها. يعني بعض سيارات الإسعاف التي خرجت في هذه اللحظات، هنالك يعني يتم نقل الجرحى بعض ولربما الشهداء. أيضا عدد كبير من المواطنين، من أهالي هؤلاء المواطنين أو أهالي الشهداء أو الجرحى، يقفون وينتظرون أمام هذا الحي.
هذا الحي يقتنه عدد يعني من كبير من آل المقداد أيضا. هي أحياء زهراء فيها عدد كبير من المواطنين، كثافة سكانية كبيرة هنا، حي شعبي. نعم جوزيفين كنت نعم زهراء عم نسمعك، عم نسمعك طبعا وعم نشوف الصور. شباب نعم، بس شو بيكون المستهدف يا استاذ زياد بمنطقه عم تقول زهراء هي منطقه سكنيه ومباني سكنيه؟ يعني ثلاث أبنية، زهراء عم تقول ثلاث أبنية كانت سكنية. ما عنده مشكلة بالذرائع العدو، بس نحن المشكلة نعم ثلاثة أبنية سويت أرضا جوزيفين، أستطيع أن أؤكد يعني بحسب بعض المعلومات والمعطيات فعلا قيمتها وحجمها أنه هذه المباني لم نستطع أن ندخل لنعاين. بده يكون يعني هيك شوي ما بعرف كيف بده يتفسر اللي بده يقوله، بس انه دم طفل واحد بريء او اي انسان بريء بعتقد اهم من كل القرارات السياسيه ومن الاحزاب ومن الاشخاص ومن الزعماء ومن كل العالم. دم انسان لبناني واحد اهم من هؤلاء جميعا. ما هي هيدا وتسقط كل الاعتبارات، كل شيء بالسياسة. في دول عظمى كانت عم تخوض حروب وأخذت قرارات تاريخية بأنها توقف الحروب لما لقت حالها أنه هي في وضع الهزيمة أو شبه الهزيمة، ووفرت على شعوبها ألوف الضحايا. نحن بهذا الوضع لازم في حدا يكون على قد حاله وعنده الجرأة الكافية والاستقلال الكافي أنه يأخذ قرار ويقول نحن نطبق القرارات الدولية ونلتزم ب وقف نار بتطبيق القرار 1701 باللي بدك اياه. المخرج السياسي او المقوله السياسيه تكون من طرف واحد من دون شروط. مهما كانت الشروط ومهما كانت النتائج، اذا في هذا الموقف يوفر حياه الناس لانسان بريء اخر عم بيموت كل يوم بلبنان، خصوصا يعني الناس الابرياء اللي هلا عم نشوفهم. شكرا لك جزيلا القاضي زياد شبيب على هذه الحلقه. شكرا. وعلى مشاركتك. بدي انا كفي مع زهراء فردون زميلتنا. زهراء عم نسمعك، كنا عم نشوف انه اليوم يعني اللي عم بتقوليه في عدد من الشهداء يعني عدد بالغاره اللي استهدفت في محيط مستشفى في الحريري. تفضلي زهراء كفي مشاهداتك نعم يعني بحسب المعطيات الأولية جوزيفين أنه هنالك ما لا يقل عن 4 شهداء من بينهم الطفل. يعني كانت بعض المعطيات أيضا تقول أنه أحد الأطفال تم انتشاله وهو لا يزال على قيد الحياة الحمد لله، ولكن الحصيلة الأولية والمبدئية التي لا نستطيع أن نؤكدها حتى هذه اللحظة بانتظار بيان من وزارة الصحة أنه في هنالك أكثر من 24 جريح، وهذه ما اندلت يعني على شيء. هذا الرقم كبير جدا ومؤشر خطير جدا. أيضا تستطيعين أن تري العدد الكبير من سيارات الإسعاف، هذا ما إن دل على شيء أيضا، فهو على حجم الدمار. ما أستطيع أن أؤكده حتى هذه اللحظة، لا يزال هنالك عدد من الشهداء تحت الركام. هذه مجزرة بكل ما للكلمة من معنى قام بها جيش العدو الإسرائيلي. أيضا لم يكن في هنالك أي إنذار من إخلاء هذه المباني. هذه المباني مأهولة بالسكان، فيها العديد من المواطنين. يعني هذا استهداف للمواطنين لحي سكني شعبي بشكل كبير. هذا الحي أيضا هو في محيط مستشفى رفيق الحريري، وهذا أيضا مؤشر خطير على ضرب القطاع الطبي. ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضرب هذا القطاع، شهدنا في الجنوب تحديدا في جبل عامل كان في هنالك استهدافات للعديد من المباني فيها عيادات طبية، وهي أيضا بمحيط المستشفيات ومختبرات للفحوصات. أيضا اليوم كنا قد سمعنا يعني عن التهديد المبطن وغير العلني من قبل المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي كان يعني يتحدث عن ويزعم أنه في داخل مستشفى الساحل هنالك يعني تمويل وأموال وملايين الدولارات كما زعم جيش العدو الإسرائيلي لحزب الله. إذن
في هذه الأثناء لا تزال فرق الإنقاذ جوزيفين تعمل على انتشال بعض الجثامين الشهداء، إن شاء الله ما يكون في بعد المزيد، ولكن كانت في الحصيلة النهائية التي كنا نتحدث عنها قرابة 4 شهداء ما لا يقل، يعني أنا أتحدث عن الحصيلة اللي أستطيع أن أقول أن هذه حصيلة أولية وهي قابلة جدا للارتفاع، قابلة بقوة للارتفاع هذه الحصيلة. كان في هنالك العديد من المواطنين أهالي هؤلاء الجرحى وهؤلاء الشهداء ينتظرون في مستشفى رفيق الحريري. الآن بدأت يعني هنالك آلية من بلدية الغبيري دخلت لإزالة الركام ولمساعدة فرق الإنقاذ والدفاع المدني في هذا يعني في إزالة وفتح الطريق مجددا. أيضا نستطيع أن نقول أن الطريق عند جميع مداخل مستشفى رفيق الحريري هي مقفلة. كنت قد اتصلت يعني بأحد من الموظفين داخل المستشفى، قالوا لنا أنه هنالك عدد كبير ذهب إلى مستشفيات أخرى جراء هذه الغارة، وما دل على شيء، فهو يدل على أنه هذا العدد من الجرحى كبير جدا. أيضا هنالك بعض المواطنين الذين يخرجون في هذه اللحظات من البيوت المتلاصقة، هنالك حركة نزوح ودفعة نزوح جديدة. عادة ما نرى هذه الحركة من النزوح بعد كل غارة أو بعد كل إنذار أو تهديد، اليوم لم يكن هنالك أي إنذار وأي تهديد لهذه الغارة. هذه المرة الأولى التي يتم استهداف فيها هنا في هذا الموقع منطقة نقطة الجناح في محيط مستشفى رفيق الحريري. نسمع في هذه اللحظات صوت سيارات الإسعاف، الصوت في كل مكان هنا في بيروت العاصمة. أيضا هنالك العديد من المستشفيات التي تشارك في إنقاذ الكثير من الحالات جراء هذه الغارة وباستقبال العديد من الجرحى. نعم زهراء، زهراء نحن راح نكفي معك، راح نشوف صور هذه الاستهدافات وهذه الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي والغارة التي استهدفت هذه المنطقة التي موجودة أنت فيها. شكرا لك، رح تكفي أنت على الهواء، وأنا مشاهدينا بدي أنتقل لاستوديو الجديد مع زميلنا غادي بموسى يلي رح يكفي مع زملائنا المنتشرين على كل الأراضي اللبنانية، تحديدا تلك التي تتعرض لغارات إسرائيلية. غادي لألك وزهراء تفضلي كفي.